للنهائيات. هذه فقط ارقام ومعطيات تقرب المشاهد الكريم من هذه المنافسات الافريقيه وهذه المقابله المرتقبه في المجموعه الرابعه الجوله الاخيره جوله الحسم اصعب ما في كره القدم، وان يكون مصير التاهل فيختزل في 90 دقيقه. فبذلك انا اعتقد جدا بان غيريز بصرامته المعوده انه محترف محترف ويتعامل مع الاشياء بمنطق المنطق. فبذلك وبالتاكيد مرر الخطاب للاعبين وادخل في مفكرتهم بانه لا يجب الاستصغار بالخصم، وهي اشياء بالتاكيد سنعينها على ورقه الملعب في هذا الملعب الجميل. اقول معلمه رياضيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الاوضاع انا يعني مثيره للغايه، وكل مغربي يحلم بان يحضر هذه المقابله. بالتاكيد لو كان الملعب يتسع مليون مليوني تتمرين كان سيكون مملوءا، انما الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون نزلت بكل الثقل ديالها من خلال عشرات الاشخاص كتقنيين مطبين صحفيين لرصد كل كبيره وصغيره من خلال القناه الاولى وقناه الرياضيه والامازيغيه. وبمناسبه بامكان الجاليه المغربيه العريضه بالخارج ان تتابع هذه المقابله عبر القناه الاولى فضائيا وعبر المغربيه فضائيا. فبذلك وتم توظيف كذلك اخر معدات تكنولوجيه في رصد كل كبيره وصغيره على مستوى التقني وعلى مستوى الاخراج. وبالمناسبه تحيه لكل زملاء التقني اللي بدون جهودات كبيره. صوره مغريه، ماذا تريد اكثر من هذا الابداع؟ شعب رائع، شعب رائع وجماهير رائعه ترسم لوحه مضيئه لمغرب متحضر حداثي. رائعون رائعون ايها الجماهير المغربيه. الاسد الاطلسي منير متوهج، هذا ورق الاسود. اتمنى ان يكون شرسا في مباراة اليوم امام منتخب تنزانيا في مقابلة ليست كباقي المقابلات. كامباك، نحن عايدون للتواجد على المستوى الافريقي. رائع 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 هذا الذي يحدث الان في مراكش. رائع رائع ايها الجمهور المغربي، يعني صور مهما حاولت الوصف، صور حضارية، صور مثيرة، صور مدهشة. قليلة هي الملاعب العالمية التي نشاهد في هذا الذي يحدث الآن. ماذا تريدون أكثر من هذا الذي نشاهده الآن؟ فتحية للجماهير، تحية للجماهير المغربية التي تسن الأسود في هذه المقابلة. إذن هذا عزف للنشيد الوطني التنزاني، وبعد حين عزف للنشيد الوطني المغربي. كان هذا سيداتي وسادتي عزف للنشيد الوطني المغربي في هذه الاجواء المثيره والمدهشه والرائعه كما مهما حاولت ان اصف
جمهور رائع بكل المواصفات. اذا كما قلت المقابلة تشد الانفاس، اول متغير في المقابلة هو دخول تعرف كلاعب رسمي الاتحاد الافريقي لكرة القدم من طرف عميدي المنتخبين المغربي والتنزاني مع الاشخاص الذين يعانون المجاعة في القرن الافريقي، حركة انسانية نبيلة مثيرة من اجل مد يد العون للمحتاجين في القارة الافريقية. قمة التضامن، قمة التضامن، تعازي الفريق الوطني باسم العميد خرجة للعائلة المرحوم زكريا الزروالي. هذا عميد جوزيف سينديكا في كلمة في خطاب في قراءة مقتضبة من اجل التضامن مع الاشخاص ملايين الاشخاص الذين يعانون من المجاعة على المستوى الافريقي. اذا هذه حركة تضامنية انسانية نبيلة. الفريق الوطني كما قلت سيتقدم للمقابلة بالتشكيلة التالية: المياغرف حراسة 1، الكوتري 5، 3 بدر القادوري، كريستيان باصير 2، 4 بن عطية، 10 بالهندة خرجة 13، بوصوف 14، حجي 18، شماخ 17، السعيدي رقم 11. بالنسبة امامكم تشكيلة المنتخب الوطني في دكة البدلاء: نجيد محمدينا كحارس ثاني رقم 12، العليوي رقم 16، تعرف رقم 7، سعيد فتاح رقم 15، كريم الاحمدي 8، العربي 9، مصطفى المراني لاعب فريق المغرب الفاسي يحمل رقم 6. مدرب المنتخب الوطني المغربي كما قلت إيريك إيريس. وقع فقط تغيير طفيف، كان من الممكن يدخل حجي كلاعب رسمي تصنف لائحة رسمية، انما في الاحماءات على ما يبدو اصيب الرجل باصابة، الشيء الذي ارغم المدرب إيريك إيريس لادخال نجم فريق كوينز بارك روجرز الاسكتلندي ما كانوا بمناسبة للصفح على خطأه الذي سبق مباراة المغرب الجزائر. اذا هذه التشكيلة ديال المنتخب الوطني. بالنسبة للمنتخب ديال تنزانيا نجد كوجي كاتجوما 1، صدلة 15، ايراستو ادوار 3، ادريس سعيد 15، موريس امبروس 6، سعيد يوسو 4، العميد سينديكا 17، شاباني موسى 19، نجم سماطا لاعب فريق مازي في الكونغولي 10، هناك مرواندا رقم 7 وعبد الله رجب رقم 11. في دكة البدلاء نجد شاباني محمد 18، سليمان تشومبو 20، جومبو كو 9، نادير علي 13، مسعود سعيد 2، عزيز سيما 12، الفان انكاسا رقم 8، مدرب الفريق التنزاني الدنماركي جون بورتن. جون بورتن حكم المقابلة، حكم المقابلة الرئيسي بكري كاسيما يساعد ديكاري جاو مساعد ثاني سليمان توري، الحكم الرابع كبارا بكري مندوب المقابلة هناك زوما روتوكو. إذا هادو حكام المقابلة كما قلت من غامبيا، الحكم بكري سبق له قاد مقابلة المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب السنغال الويد ديالو اللي انتهى بجوج صفر لفائدة الأسود. إذا قراءة فاتحة ترحما على الروح زكريا الزروالي اللاعب السابق لفريق الرجاء. حركة نبيلة من المنظمين وعناصر المنتخب الوطني والجمهور المغربي. إذا تعازينا لعائلة فقيد زكريا الزروالي الذي وفاته المنيا الاثنين الماضي، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كما قلت كل الترتيبات تتخذ لتنطلق هذه المقابلة القفل، المقابلة اللغز، مقابلة الموسم في مجموعة تعتبر أظهرت الإفرازات والمقابلات بأنها مجموعة الموت فعلا. المجموعة الرابعة
في التصفيات. بدر القادوري لاعب سيلتي كلاسكو، اولى اللمسات. المنتخب الوطني المغربي عودنا على الاندفاع في الخمسة عشر دقيقة الاولى من مبارياته الاخيرة بتقديم اداء جيد وتسجيل الاهداف في الدقيقة الاولى. سننتظر ونترقب هل سيعود من جديد لتحقيق نتيجة ايجابية في هذه العشر دقائق الاولى. كرة الجهة اليمنى امامي الان فرصة، لكن تصبح ضربة مرمى للحارس جوما كارتيجا لاعب سيمبا التنزاني. حارس سيمبا التنزاني جوما، مجموعة من الاسماء حاضرة في المنتخب التنزاني، منتخب التاهل مرة واحدة سنة 1980 لنهائيات كاس افريقيا. اليوم ينتظر تحقيق نتيجة ايجابية، وكذلك رغم غياباته غياب العميد والمدافع الايمن شادارك شاجيكو، غيب كذلك المدافع الاوسط امير مفتاح لاعب سيمبا، وتم استبدالهما بناسور ومسعود المدافع الايمن لنادي سيمبا كذلك، والمدافع الاوسط جابو جوما لذات النادي. هنا كرة من الجهة اليسرى فرصة عرضية، اولى المحاولات كان بامكاننا افتتاح التسجيل كما قلت مع اولى الدقائق. تعربت العائد، تعربت يعود لبيته، يعود رفقة اخوته وزملائه دار الكبيرة المغرب. كان بامكانه افتتاح التسجيل، استقبال جميل كان من الجمهور المغربي لعادل تعربت. كتب له ان يدخل رسمي بعد اصابة حجي. موريس امبروسو، موريس امبروسو محاول المرور من ابرز اللاعبين في المنتخب التنزاني، انما نقول الكره مباشره لضربه المرمى. فمن ابرز غيابات المنتخب التنزاني نجد غياب عبيدي قاسم وكذلك العميد شاتجيكو، انما ابرز العناصر هناك مروان رقم سبعه لكيلعب، وكذلك اللاعب صامطه اللي كحمل رقم 10 هو ابرز يمكن نعتبره نجم المنتخب التنزاني وكحمل رقم 10. الكره لبن عطيه بلاتا الكوتاري، بن عطيه تبادل كروي، وبالتاكيد الفريق الوطني غيناقش المقابله، ما نقولش بانتفاع ولكن غيقرا الخصم بشكل صحيح. محاوله للمرور انما تغطيه دفاعيه، هذا اللاعب ايراستو محاول المرور من جديد. الكوتاري بكل هدوء الممكن مشى بصوفا، انطلق الشماخ من جديد، عملت واحد اثنين انما ليس الخطا الشماخ، عملت واحد اثنين الشماخ ولكن تغطيه المدافع سطلة من جديد. هذا كريستيان باصير محاولة المرور والاضواء تشتعل، يعني الجمهور في احتفالية مثيرة بالمدرجات والاسود يبحثوا عن المنفذ كيف السبيل لذلك. بطبيعة الحال الربع ساعة الأولى قراءة الخصم والشهب من الآن ربما سنشاهد أشياء مثيرة في الدقيقة الثالثة حسب المنظمين. فكما قلت الوطن لا ينسى ابنه ابدا، الوطن لا ينسى ابنه ابدا. من جديد تعرف محاولة المرور، محاصر في سبعه ديال اللاعبين، يسدد من وضعيات يمكن نقول مستحيله. من جديد مشى محاولة المرور، محاولة فرصة، اول فرصة في المقابلة بوصفة يمكن نقول من نقطة ديال الجزاء يمرر، ولكن الكرة مشات جانبا، واصلوا ايها الشباب هذا الهجوم وهذا التدفق الهجومي. اعتقد الكرة تدخل في المرمى، انما الحظ العاصر يمكن نقول الحظ العاصر بوصفة لاعب متمرس، الاجواء احتفالية ونبحث عن النقطة المضيئة في المقابلة، ويمكن يجي هدف في العشر دقائق الاولى يقلب المقابلة راسا عن عقب. من جديد على الارتقاء بالراس مشى بوصفة انما التدخل المدافع موريس امبروسو من جديد، ممتاز بن عطية، ما شاء الله عطاء متواصل وتحسن في نهاية دورة بعد أخرى. بوصفة في الوسط مشى، يمكن يمرر محاولة جميلة، مراوغ يمكن يراوغ في من مساحة ضيقة، ما عندوش خيار آخر، مشى خرجة يمكن يمرر قريب له اللاعب السعيدي الفتى المشاكس، مشى السعيدي يمرر إنما في الحارس. ممتاز حارس كاسي جات شومبا، على ما يبدو السهم واحد والوجهه واحده هي مرمى الحارس التنزاني. بدايه اكثر من موفقه لاسود اطلس في هذا النزال. الكوتاري بكل هدوء الممكن تمشي الكره عند اللاعب شاباني موسى محل المرور، ولكن تغطيه الكوتاري من جديد، انما الاسرع هو العميد جوزيف سينديكا.
من جديد تبادل كروي استرجاعه باقصى سرعه ممكنه. هذا خرجه يمكن يخرج كره من نفق ضيق ولا تلعب بالنار في المنتصف. خرجه من جديد يمكن يخرج كره من نفق ضيق. بالفعل هو الشيء الذي فعله الان الشماخي. مرر هذا السعيدي فات سريع وبالتاكيد سيسعدنا في مباراه اليوم. مشى يتلاعب في الدفاع ويحصل على اول زاويه. هذا الفتى الوديع ذو 22 ربيعا واحد من نجوم كره قدم الرياضيه وبالتاكيد تدريجيا يستانس باجواء الفريق الوطني. لا خوف على الفريق الوطني، عناصر تجربه وعناصر خبره وعناصر فتوه وتتواصل الاجيال والمتعه واحده وهي التالق على المستوى الافريقي والدولي. بوصوفا صاحب الاختصاص نجم فريق مارشكالا الروسي. بوصوفا راسيه اختلط من جديد وحرص جديد. انما تكتل بشري رهيب لمنتخب تنزانيا امام الحارس. امام الحارس جيسكات جوما من جيل بوصوفا يمرر ولكن الحارس تدفق هجومي رهيب وضغط ارهب يفرض الفريق الوطني في الدقائق الاولى. من جديد هذا بالهنده اللاعب الذي قد لا يرى في المقابله انما يمكن نقول على حساب المقابله السابقه. هذا ما شاء الله محرات يحرس الملعب طولا وعرضا. هذا جيريس كما قلت لن اخدم للجمهور لان التاريخ يتحدث عنه. التاريخ يتحدث عنه وصحح اشياء عديده كمنظومه لعيب كعوده ثقافه الانضباط وعوده الروح للفريق الوطني. وكل امل يخرج بانتصار عارف المقابله. خرجه من جديد خرجه من جديد ولكن تمشي للشرق. بدايه موفقه ونصف الدقيقه السادسه و50 ثانيه. هذا خرجه واحد من نجوم الفريق الوطني. تجربه كبيره لهذا اللاعب. تجربه كبيره للخرجه اللي عنده تقريبا هذه المقابله رقم 69 لهذا اللاعب. كيلعب حاليا فريق فيورنتينا الايطالي. يعني تجربه كبيره. سبق له كان معار لبضعه شهور فريق الانتر. ولكن الان واحد من التوابيت واحد من اللاعبين الذين يرتكز عليهم اللعب في منظومه ومفكره المدرب اريك بيريز. يعني المقابله متواصله والفريق الوطني يتسيد المقابله. مشى بوصوفا يمكن لاعب مهاري لاعب مهاري انما يتدخل المدافع ادريس السعيد. ادريس السعيد ونذكر الجمهور المغربي المنتخب الجزائري متقدم بهدف في الصفر بملعب 5 جويليه امام منتخب افريقيا. على ذكر مقابله الجزائر قال المدرب وحيد هاليهود ديك المدرب السابق لفريق الرجاء والحالي لمنتخب الجزائر قال بان مقابله اليوم امام للجزائر مع افريقيا الوسطى هي بمثابه مقابله سد لان يمكن تفكير الحظوظ يمشي كاحسن منتخب ثاني. ولكن قال يتهيأ بهذه المنافسات اقصائد كاس العالم القادمه رفقه المنتخب الجزائري. على اي المقابله متواصله. هذا بدر القادوري هل يطل البدر معه في هذه المباراه جميله من تعرف متكتل المنتخب التنزاني. 10 لاعبين ببرجين للمراقبه والمنتخب الوطني يوظف مهارات فرديه بعض اللاعبين لاخراج المنتخب التنزاني من هذا الجدار البشري الذي نصبه المدرب بولسون. جون بولسون هذا مدرب شرس على مستوى التصريحات واكثر الكلام على المنتخب الوطني. خرج بين يوم واخر مفاجاه بالجمله على مستوى التصريحات انما اتمنى ان يخرس لسانه في مقابله اليوم امام المنتخب الوطني. مسترجعه من طرف عبد الله رجب مشى في الممر الايمن الاسرع هو اللاعب القوطاري اما يدفع من الخط والحكم يقول ضربه خطا. الحكم يقول ضرب خطا هدف اذا جاء في 10 دقائق الاولى. هذا بورسون كما قلت شرس اللسان وتمت اخبار قادمه من منتخب طنزانيا تقول بعض اللاعبين غابوا عن هذه المقابله بفعل اعراض المالاريا. فبرحلتنا المتعدده القاره الافريقيه مشاكل بالجمله ومفاجات بالجمله انما استانس بهذه الاجواء. هذا السعيدي لاحظوا كيف حضر كرته في الصدر جميله محاولة المرور يراوغ بالشكل الذي يريد يمرر جميله بوصوفا. لا اعتقد انه في وضعيه التسلل. لا اعتقد انه كان في وضعيه التسلل. لا اعتقد بان بوصوفا كان في وضعيه التسلل. بامكان زملائي التقنيه بالتاكيد سيعيدون المشهد هنا. بالفعل ما كانش نهائيا لم يكن ابدا بوصوفا في وضعيه التسلل. ليس هناك مشكل. المقابله متواصله والرغبه كبيره واكيده وكما قلت الرؤوس الكبيره تغيب عن الدوره القادمه. توقعوا يعني تصوروا معي غياب مصر ونيجيريا والكاميرون على الدوره القادمه. بطبيعه الحال هذا كيعطيني انطباع بانه لم تبقى هناك منتخبات صغيره على المستوى الافريقي. مشى ولكن تمريره ضعيفه لبوصوفا من جديد. لاحظوا الجهد الذي يبذله بن هنده. لاحظوا ماذا قلت عن بن هنده اللاعب الذي لا
لا يظهر في رقعه الملعب، انما هذا امل كومبلاندا نجم فريق مونبولي سجل ضربه جزاء وعطى تمريره الحزم في مقابله الاسبوع الماضي في الدوري الفرنسي لكره القدم ما بين بوردو ومونبولي، واللي انتهى بفائده مونبولي بجوج لواحد. كان منذ قليل امامكم الحمداوي يتابع بكل جوارحه المنتخب الوطني في هذه المقابله. هذا السعيدي مشى 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 غادي يمشي يمرر، لاحظوا لاحظوا كيف اخر الكره مع السي بوردا 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 بوردا، ولكن هذه لاحظوا لاحظوا البناءات، هناك الروح روح وطنيه كبيره تنتاب اللاعبين. لاحظوا ماذا فعل، تلاعب بدفاع منتخب تنزانيا، افضل ما فعل، يمكن لمس الحارس، يمكن لمس كره بالاناميل او لمست احد المدافع على عين العين مجرد الحكم، ما يمكنش ترصد كل كبيره وصغيره. هذا خرج لاعب الاتزان في الوسط 29 سنه، تجربه كبيره ومحطات متعدده، والمنتخب التنزاني منذ بدايه المقابله حتى الان وهو يدافع على شعبه ديالي من جديد. محاوله مغربيه وبورسون لم يهدأ له بال، يصرخ ويوجه اللاعبين منذ بدايه المقابله. امامكم هذا نجم منتخب الدنماركي سابقا، لعب مع الجيل الذهبي للمنتخب الدنماركي، انما اليوم مشى على المنتخب ما نقولش مغمور، ولكن منتخب يؤسس لنفسه بدايه مشوار مهم على المستوى الافريقي بكل هدوء الممكن. هذا بدر القادوري يمرر، فرصه جميله جميله جميله، وفي غفله من دفاع منتخب تنزاني الحارس كاسيجا جوما يقف في هذه المقابله. المنتخب التنزاني فقط مشاركه وحيده منذ تقريبا 30 سنه خلت في الدوره ديال لاغوس في نيجيريا 1980. مشى السعيدي محاوله المرور بخارج القدم، مدلو كره في طبق من ذهب بدر القادري. السعيدي من جديد محاوله، يتلاعب 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 في الدفاع، محاوله المرور كانت اوبستريكسو، ولكن مراقبه دفاعيه والحكم يعطي الحكم يعطي زاويه ثانيه في المقابله. هذا السعيدي الفتى الذي يمكن ان يراوغ فوق في مساحه تشبه يعني علبه عود ثقال، يعني لاعب مهاري بشكل كبير، هو ربح كبير لكرة القدم المغربية. بوسوفا نجم فريق أونجي مارشكالا الروسي، وشاب بصفقة تقريبا 12 مليار من الدوري البلجيكي الدوري الروسي. بوسوفا من جديد يمرر كرة في طريق اللاعب ساماطا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي كما رقم 10، هو تجاوز سأقول هو النجم الوحيد صفوف منتخب التنزاني لكرة القدم. بوسوفا مشى يمرر مثلث جميل، مشى دخل السعيدي، السعيدي تبادل كروي، يمكن نقول تكتل بشري رهيب لمنتخب تنزانيا امام الحارس. الحكم يقول تابعوا المقابله، واحتكاكات كبيره بين اللاعبين الابرز حتى الان. هذا خرج 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 يحصل ضربه خطا، خرج يحصل ضربه خطا، نديه كبيره، ولكن ما يمكن يفك لغز المقابله. هو هدف يمكن يجي في هذه الربع ساعه الاولى ويترك المنتخب التنزاني يخرج من قواعده، وبعد ذلك تكون الفرجه بمستوى اكبر ويتحرروا اللاعبين من ضغط النفسيه. هذا كيريز 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 صارم وبقصمات، يعني لا شيء يدور حاليا في خلده الا تحقيق الفوز والقفز مع الاسود لدوره غينيا السيوائيه والكابون مطلع السنه القادمه بحول الله. رجل لرجل تقريبا 16 لاعب امام الحارس. بوسوفا يمرر محاوله ارتقاء راسيه راسيه جميله، ولكن العارضه تصد العارضه تصد، ويمكن نقول هذا الحارس كاسيزا جوما في محنة، وهذا بن عطية في واحدة من طلعاته المثيرة. لاحظوا كيف الصدار وكيف ضربة رأسية جميلة، يعني ولكن بن عطية هو آخر لاعب لمس الكرة. ارتقاء جميل للكوثري، عنده تشابه كبير على المستوى المورفولوجي مع بن عطية، وبمناسبه أقوى دفاع في الصفوف المنتخب في صفوف المجموعة الرابعة. أمامكم نجم فريق مونبولي لعب احتياطي في الأسبوع الماضي، وكيلعب إلى جانب زميله بالهندا داخل صفوف فريق مونبولي. كرة تنزانية ما شاء الله محاصر بأربعة لاعبين حتى الآن. الحارس نادر المياغري في راحة تامة، وأتمنى أن تكون كذلك طيلة الدقائق هذه المقابلة. صراع وندية وإخراج كرة من نفق ضيق، الحكم يقول ضربة خطأ لفائدة اللاعب ايراستو ادوار الظهير الايسر للمنتخب التنزاني. يعني تدفق واندفاع كبير للفريق الوطني في هذه المقابلة التي كما قلت ولو ما كان واحد شاغر هنا بملعب الجديد بمراكش، الوان الوطنية الحمراء والخضراء في كل مكان.
بذلك يعني هذا يعطي اجواء احتفاليه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. وعلى ما يبدو مراكش اخذت التستانيس باللقاءات الكبيره للمنتخب الوطني كما كان شان سابقا بالدار البيضاء بالرباط بطنجه، فكل المدن المغربيه بامكانها ان تحظى بشرف احتضان الفريق الوطني. هذا بدر القادوري يمكن يمرر لاحظوا ماذا فعل، يحصل على ضربه خطا ويمكن يعطيه انذار، يمكن يلزم يخرج انذار الحكم الغامبي بكاري قاسم بكاري قاسم فقط يكتفي بتنبيه شفهي للاعب الذي يحمل رقم 3 في صفوف المنتخب التنزاني اللاعب ايرستو ادوار، ينتمي لفريق طايقا واحد من الفرق المغموره في الدوري التنزاني لكره القدم. بوصوفا نترقب هدف متى ياتي وفي اي دقيقه وباي طريقه. بوصوفا من جديد مراقبه التنزانيين للاوضاع امام الحارس كاسيجات جوما. بوصوفا من جديد بوصوفا يمرر جميله راس اختلاط وزاويه ثالثه، زاويه ثالثه تجي في طرف 15 دقيقه اي بمعدل زاويه في كل خمس دقائق. ارتباك كبير يعطو على المنتخب التنزاني وانا واثق بان الفريق الوطني يسجل هدف مبكرا بالتاكيد غيقلب المقابله راسا على العقب. هذا اللاعب سعيدي بوصوفا من جديد العوده من حاله التسلل، العوده من حاله التسلل كما قلت الاوضاع داخل المجموعه الرابعه يعني معقده جدا. في الرتبه الاولى المنتخب الوطني المغربي وبامتياز بفارق الاهداف عنده زائد اربعه على اعتبار انه سجل خمسه اهداف ودخلت مرماه اصابه واحده من كره ثابته بالجزائر في مباراه الذهاب. بنفس النقاط منتخب افريقيا الوسطى اللي منهزم في الاثناء بالجزائر بواحد الصفر لمنتخب افريقيا الوسطى زائد اثنين، تنزانيا بخمسه ديال النقاط والجزائر بخمس نقاط. يعني ما غنبغيش ندخل في التفاصيل المعقده، انا الهم ديالي الكبير الان وهم كل المحيطين والمحبين ديال الفريق الوطني هو التسجيل الجريف والوصول للمرمى والخروج في حصه عريضه تعفينا كما قلت في اكثر من مناسبه التعقيدات والحسابات معقده في اخر لحظه. ضربه خطا تنزانيه محاوله الارسال من طرف الظهير اي معدل العميد اللي كيحمل رقم 17 جوزيف سينديكا اللي كيلعب باحدى الفرق المغموره فريق طايقا كما قلت واحد من الفرق المغموره في الدوري التنزاني لكره القدم. يعني المدرب بورسون اعتمد على من ضمن 22 لاعب 17 لاعب يمارسون بالدوري التنزاني لكره القدم، 17 لاعب يمارسون بالدوري التنزاني لكره القدم. بعد ذلك بعض اللاعبين محترفين بالفيتنام بكينيا وبالنرويج وبالسويد ومن ابرز اللاعبين كذلك. يعني هناك اللاعب جوزيف هنريك اللي كيلعب بالنرويج لم يرخص له فريقه للالتحاق بالمنتخب التنزاني. ضربه خطا ضد لاعب الشماخ نزل الدفاع اللي بدا به الفريق الوطني للمقابله. الشماخ في محاوله لصيقه مع المهاجم عبد الله رجب اللي كيحصل على ضربه خطا. في التنفيذ هناك لاعب الارتكاز موريس امبروس ارسال مشى مع اللاعب الكوتاري ربما اصابه ربما اصابه نتمنى تكون سالمه لانه كان عنده ارتقاء مع اللاعب طنزاني. فكما قلت نتوق المغرب المنتخب الوطني سبق له حضر 13 مره في نهائيات كاس افريقيا للامم. نتمنى بالتاكيد وقلوبنا ما يحضر المره رقم 14 مع هذا الجيل المهم من اللاعبين في بعض المخضرمين وجيل جديد. فبالتاكيد بوادر فريق منتخب وطني قوي تلوح في الافق، فبذلك يلزم استثمارها بشكل صحيح في مستقبل استحقاقات الكرويه. التمرير الكروي التنزاني والمنتخب الوطني يفرض دفاع متقدم يربك حسابات المنتخب التنزاني اللي كما قلت الحارس نادي المغري فرحه تامه منذ بدايه المباراه حتى الان. هذا بالهندا رجل ارتكاز والرجل ذو الرئتين في خط وسط ميدان الفريق الوطني، يعني لاعب يحرث ارضيه الملعب طولا وعرضا، خرجه يخرج كره من نفق ضيق. هذا الكوتاري يمرر البدر القادوري، البدر القادوري جميله تمشي عند الشما يمكن يربح بعض المساحه، يمرر ابرز اقرب لاعبين بالهندا جميله تمشي عند تعراب، عملت واحد اثنين، شماق محاصر غاب من الارجول وتكتل بشري كبير امام مرمى الحارس. 10 لاعبين على مستوى المراقبه يلزم يخرجوا هاد اللاعبين المنتخب الوطني يميلوا الان للتمريرات القصيره والتبادل الكروي اما بثنائيات او بمثلثات على الاقل اما المرور او الحصول على ضربه خطا. جميله مشى سعيدي يمكن يمرر سعيدي مرر فرصه وفرصه ولهدف الشماق
الشماخ يفتتح حصه الجيل، الشماخ يفتتح حصه الجيل. هذا الهدف رقم 18 هذا اللاعب الشماخ فعلها كما قلت، ما يمكنش يتاخر الهدف من الدقيقه 15، يعني الهدف يجي في الوقت المناسب. الشماخ لاعب فريق الارسنال، الهدف رقم 18 هذا اللاعب مع الاسود، يجي الهدف فوق استراتيجي مقال. لاحظوا ماذا يفعل هذا الفتى الوديع، هذا السعيدي يسعدنا من جديد. ماذا في منقص، رفع عينه، مرر، مشار ارتقى ما شاء الله بكل هدوء ممكن، موال حارس كوتيجا ودار الكره بشكل صحيح، وتشعل مدرجات الملعب الجديد بمراكش. الاسود متقدمون بهدف من السفر، يمكن نقول هدف الفرج، هدف الفرج اللي يمكن يحرر اللاعبين نفسيا ويجعلهم يناقشوا الدقائق المتبقيه من المقابله بهدوء الممكن. 1-0 شهيتنا لا تقف عند هذا الحد، والشماخ ينطلق مسرور مندهش، وقسمات الوجوه تحكي والقلوب تحكي، ويعني كل شيء في هذه المقابلة الجميلة. هدف 3-0، الأسود يستعصدون في المقابلة نتيجة وعرضا. هذا العميد، العميد جوزيف سينتيكا، استرجاع المثير خرجة. هذا بدر القادوري، يمكن نقول بدر القادوري خرجة الشماخ، والحارس المغري ركائز المنتخب الوطني إلى جانب حجي اللي كما قلت كان ممكن كان غيدخل في التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني، إنما في الإحماء ربما تمت أشياء تقع في الكواليس، إنما الذي يدخل في بلغراد فالمنتخب الوطني يمكن نقول قوته الكبيرة في تجارب اللاعبين. هذا السعيدي لاحظوا ما يفعل، يتلاعب بالدفاع، يمرر مشى كرة الزاوية، يرقص دفاعات الخصوم. هذا السعيدي يمكن نقول يرقص الدفاع، وأتذكر ملحمة الجزائر لما رقص كل دفاع الجزائري وأرسل كرة كالشد بين رجلي الحارس بلوحي، ويعطي الانبهار والدشاء بأنه لاعب قادر. هذا الحارس جوزيف كوتسيسا جوما، والزاوية رقم 4 من نفس المكان، وهذه المرة النجم بوصوفا في التنفيذ، بوصوفا في الإرسال، مراقبة رجل لرجل، ارتقاء الكوتاري كان قريبا، الكوتاري كان قريبا. كما قلت الحيتان الكبيرة تغادر المنافسات متعطئة الرأس، فراينا تنيل بسبعة ألقاب في الأوت، نيجيريا لن توجد، الكاميرون بإيطو والآخرون لن تحضر المونديال الإفريقي. بالمناسبة أذكر بالمؤهلين فضلا عن إغينيا الاستوائية والكابون كمنظمين، المجموعة الأولى مالي مرت، كينيا وغانا في المجموعة الثانية، زامبيا بركينيا في المجموعة الثانية، زامبيا في المجموعة الثالثة، السنغال في المجموعة الخامسة، بوركينا فاسو في المجموعة السادسة، النيجر المجموعة السابعة، الكوت ديفوار 15 نقطة كيقودها الأسد والفهد، دروكبا مرت لنهائية غانا في المجموعة التاسعة، أنغولا في المجموعة العاشرة، وبوتسوانا وتونس تمر في المجموعة رقم 11. إذا الحركات مثيرة والصور أمامكم غنية عن كل تعليق، الجمهور المغربي في الموعد والألوان الوطنية الحمراء والخضراء هي التي تسيطر في هذا الفضاء، في هذه اللوحة الكوريغرافية المثيرة للغاية، هذا الجمهور الذي كما قلت يعطي الانطباع أنه يكبر في المقابلات الكبيرة. كل الجمهور المغربي سواء الذي يتابع المقابلة أو ملايين المشاهدين، أذكر من جديد الشركة الوطنية إذاعة التلفزيون في بوسائل لوجستيكية غاية في الدقة من خلال ثلاث قنوات، القناة الأولى وقناة الأمازيغية وقناة الرياضية، ترصد يعني لوجيستيكيا وسائل بشرية وتقنية مهمة لإعطاء كل كبير وصغير هذه المقابلة، كما أن بإمكان الجالية المغربية الخارج متابعة هذه المقابلة عبر فضائية الأولى وكذلك الفضائية عبر القناة المغربية. إذا ضربت خطأ تنزانيا في التلفيل، هناك سعيد نياسو محاولة تجي كرات زاوية الأولى في المقابلة وتجي من ضربة ثابتة. هذا بن عطية بهدوء واتزان ومراقبة للأوضاع بكل الهدوء الممكن. زاوية تنزانية تجي في الممر الأيسر من حيث تواجد الحارس المجرب نادي المغري، نادي المغري في التنفيذ. هناك صدلة، صدلة في التنفيذ صاحب واحد من لاعبي القناعل الذين يمارسون بالرجل اليسرى في المنتخب التنزاني، صدلة محاولة التنفيذ رجل لرجل للإبقاء فقط على التعرف، صدلة يمرر ارتقاء. هذا أسد آخر في المرمى، نادي المغري
في سن 35 انا اعطيه العلامة الكاملة ليس فقط في هذه المقابلة انما بالجهد وبالجهاد وبالتواضع وبالابقاء على كل الممكن بامكان ان يعطي اكثر. هذا اللاعب سعيدي ماذا سيفعل؟ يمكن يمرر، هي كرة جميلة بحول الامور، تعقدت الامور واحيط بسبعة لاعبين، يخرج كرة النافقين ضيق، مشى بوصفة من جديد بوصفة يمرر، جميلة 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 جميلة، شمار مع السين الفرصة كرة المقابلة. ولاحظوا ماذا يفعل، لاحظوا ماذا يفعل، يرقص من جديد، يرقص من جديد تعرب، يعني هذه واحدة من النقاط المضيئة والجميلة. لاحظوا ماذا فعل الشماغ، لاحظوا ماذا فعل الشماغ، هنا غادي يكسر، تعتقد كرة في الشباك وبقليل قليل من الحظ كان بإمكانك تكون داخل الشباك. ما يهمش ما يهمش، أنا واثق بإمكانك الضيف تسجل من جديد. بوادر وفريق وطني، يعني كاين منظومة لعب، منظومة لعب، كاين الروح ديال اللاعبين، وكاين وطنية عالية اللاعبين، وكاين مساندة مطلقة للجمهور، إنما كاين منظومة لعب مدرب، وكاين استراتيجية لعب، وكاين احترام المراكز والأداء وفق كل إمكانية كل لاعب. كرة من جديد لطنزانيا، هذا اللاعب إدريس سعيد، محاولة استرجاع، هذا فتح القنطرة الصغيرة، مشى في الممر الأيمن بالهندف تبادل كروي، بوصفة من جديد، محاولة المرور، يعني كيمروا بالطريقة اللي بغاو، إما بمثلثات ثنائيات ويخرجوا كرة من النفقية، بوصفة من جديد. لا تلعب بالنار اخر، تخرج كره من افق ضيق، مشى بالخرجه، خرجه بالهنده، لاعبي استرجاعين في درجات عاليه، جميله جميله. هذا بدر القادوري، هل يطل البدر من عنده هذه المره؟ مشى والحكم يعطيه ضربه خطا، يعطيه ضربه خطا، يبحث على انذار، ما كانش انذار. يعني بدر القادوري 30 سنه منتج خالص للوداد، هذا لاعب يمكن كثير ما يعرفوش عن قرب، يعتقد بانه كبير في السن، انما لم يتجاوز 30 سنه، يعني تقريبا 12 13 سنه عطات متواصله، مشى بالتسلسل المنتخب الوطني في تيان شوبان، امل وشاف خط تصاعدي وماشي سهل، تلعب فريق دينامو كييف تقريبا 7 ديال السنوات، ويمشي بعد ذلك اسكتلندا بفريق كبير كغلاسكو رونجرز. الامور ماشي اعتباطيه، العطاءات هي التي تناقش امور، بل سيتي غلاسكو عفوا سيتي غلاسكو اسكتلندي، فبذلك هو واحد من نقط ارتكاز داخل منظومه لاعب كيريز. هذا بوصفه من جديد، نبحث عن هدف ثاني، يمكن يجي قبل الدقه 30، يمكن يجي قبل الدقه 30، بوصفه مطارده عادله امام الحارس، بوصفه من جديد، ولكن الحارس كاسيجا جوما، يمكن نقول في محنه في مباراه اليوم، في محنه الحارس التنزاني الذي صد كرات عادله، وكم امكان الكره تكون الفرصه او النتيجه تكون حتى الان على الاقل 3-0. مشى ارتقاء للبدر القادوري، الحكم يعطيه ضربه خطا، الحكم يعطيه ضربه خطا، يعني من الان الانظار تتجه للدوره القادمه، وحنا بهذه المناسبه الجمهور يحل لكاس قاريه ثانيه كنا الاقرب اليها سنه 2004 مع الجيل الذهبي، اللي بقوا قليل من اللاعبين اللي بقوا من هذا الجيل، من ضمنهم نادر المياغري والشماخ وخرجه وحشي، انما هناك جيل جديد، جيل بوصوفا السعيدي، تعرف تعاقب الاجيال ولكن تلاحم واحد، وهو اعطاء صوره ناصعه للفريق الوطني. ضربه خطا، هذا اللاعب امبروسو موريس وجدار مغربي مشكل ثلاثه لاعبين، امبروسو موريس من جديد، محاوله للتسديد، ترقب امور، فرصه انما عاليه، على المرمى، فكما قلت الجمهور المغربي يتوق للقب قاري بعد دوره 1976 والجيل الذهبي. وهذه بمناسبه تحيه لكل نجوم كره القدم المغربيه الذين تحفظ الذاكره المغربيه عن طريق سواء الذين شاركوا في الكاس القاري سنة 1976 أو الذين شاركوا في كؤوس العالم وفي مختلف المحافل الدولية. المتعة متواصلة بمراكش والهدوء سيد الموقف، العناصر الوطنية تلعب بنوع من الاتزان إنما بدون مجازفة على المستوى الدفاعي، انتشار جيد في فروقات الملعب، وخرج العميد ينظم هذه السيمفونية، ثم يشمخ في المقابلات الكبيرة وتبادل الكرة بكل هدوء الممكن. هذا بالهندا لاعب ترمومتر الوسط، ولاحظوا هذا التبادل الكروي بالكامل، مشى بوصفة الممر ايمن محور المرور، يمكن يمرر، كان يمكن يمرر بالكعب، لان كريستيان باسير كان في القلب، ما ليس هناك مشكل. محور الصعود، استرجاع سريع من طرف تعرب كيمن، تعرب بالهنده، خرجه
خارج محاور المرور. يعني يمكن نقول الان 100% المنتخب تنزانيا يدافع ولا شيء غير ذلك. يستأسر المنتخب الوطني في المقابله نتيجه وعرضا. هذا السعيدي في واحده من تمراته المليمتريه لا شيء يترك للصدفه. تبلو الوسط محاور الصعود من طرف خرجا استرجاع بعين العارف. المنتخب الجزائري يرسل هدفا ثانيا داخل مرمى منتخب افريقيا الوسطى. تعرف مشى فرصه جميله جميله جميله. سعيدي لو سقط كان يمكن الحكم يعطي ضربة جزاء. ما شاء الله عطاءات مضيئة متلألئة من هذا الفتى الواعي. لاحظوا تمريرة مليمترية ما كاينش هناك تسلل من عليه الحارس الزاوية. يمكن لو سقط كان يمكن يمول الحكم يعطي ضربة جزاء. على عين أنت نقطة مضيئة كما باقي اللاعبين ليس فقط هذه المقابلة بل في كل المقابلات. ولا لا تنسوا شيئا أونغريس ترصد عشرات نجوم كرة القدم المغربية في مختلف الدوريات الأوروبية. المنتخب الوطني مفتوح لكل الكفاءات سواء التي تمارس داخل أرض الوطن أو في مختلف البطولات الأوروبية. دليل من ضمن 18 لاعب التي أقحمت في هذه المقابلة 14 محترف وأربعة في الدوري الوطني. الوحيد في الدوري الوطني والحارس نبيل المغربي وفلوكة البدلاء نجي سعيد الفتاح من الوداد والمراني من المغرب الفاسي ومحمد هنا حارس مرمى فريق أولمبيك ريفا. هذا يعني بأن عيون كيريت لم تقبل أبدا عطاءات لاعبي الدوري الوطني كرة القدم. كرة من جديد هذا بالهندة يمر التعراب. تعرب لمن يتلاعب بأحد اللاعبين يعمل واحد اثنين بالكعب يمكن يضيف هدف ثاني. جميله جميله بوصوفا والحارس الاسرع الحارس كاتسيجات جوما الاسرع. يعني المنتخب تنزانيا في محنة وربما هذه واحدة من المقابلات الأكثر تعب لهذا المنتخب الذي ينازل اليوم المنتخب الوطني المغربي. كرة تنزانية مع الصعود عبر الأطراف إنما الكرة لم تجاوزت خط المرمى. طبعا الحال للتسهيل عمليه دخول جمهور هنا في مراكش منذ ايام تم وضع سبعه نقط بيع مع تشديد الرقابه لكي لا تدخل عمليه بيع التذاكر في السوق السوداء. الشيء الذي يحدث بعض الشنعان او الارتباك هو الشيء الذي لم يحدث بفعل ضبط الامور طرف كل السلطات الامنيه سواء في الايام الماضيه او في مقابله اليوم. كل الشوارع المؤديه لملعب مراكش يعني مرت عمليه الولوج بهدوء كبير تفتيت الفرصه. هذا بدر خضري ولكن ضايع. بدر الخضوري ضايع. قلت تم فتح ابواب الملعب منذ العاشرة صباحا لتسهيل عملية الولوج. فبدا لك تحية لكل السلطات الأمنية هنا في ولاية مراكش بطبيعة الحال اللي كانت عندها تعزيزات أمنية من خارج مراكش. كما قلت تقريبا 9000 رجل أمن يؤمنون هذه المقابلة اللي تدور في أجواء احتفالية. فبدا لك هذا عيد رياضي ويوم مهم للغاية لكرة القدم المغربية. استعداد للأسود والتألق متواصل وهذه واحدة من إمدادات سعيدي النقطة مضيئة في الممر الأيسر لخط الهجوم بالهندا مباشرة في الحارس. يعني السعيدي لاعب كيذكرني كثير يعني طريقة باش كيمر ما معطيهش أي لاعب. يعني اللاعب مهاري لاعب إمكانات كبيرة وكما قلت 22 سنة يختزل كل المستقبل بين يديه. نزل إيقاع المقابلة نسبيا ونصل الدقيقة 32 والمدرب المنتخب الوطني إيريك جيريث يعني عقد ندوتين صحفيتين الأولى الثلاثاء الماضي والثانية بالأمس وأعطى استراتيجية والواقع ديال الفريق الوطني وما يترقبه من هذه العطاءات الواعدة. وقال بأن حلمه الكبير هو أن يمر بهذا المنتخب لدورة كأس أفريقيا القادمة وتأسيس لبنية فريق قوي للتطلع للمونديال القادم واستحقاقات الدولية القادمة. يمكن نقول الآن الوجهة واحدة هي مرمى الحارس كاتسيجا جوما وأسود يواصلون الاستئذان. هذا بدر القادوري يمرر من وضعة صعبة ارتقاء للشماغ استعمال يد ديالو عمليه دفع من الخلف. الحكم فطن لهذه العمليه الشماغ كما قلت مشاكل بالجمله مع الارسنال وربما لم يعد يدخل في مفكره ارسين فينغير. شارك في عصبه الابطال منذ اسبوعين انما في القمه ما بين توتنهام والارسنال لم يكن من ضمن المؤهلين للمقابله. فبذلك يعني طبعا الحال لما اقول ارسنال اقول فريق بمواصفات عالميه وكذا لا شيء ينقص من الشماغ كقيمه مضافه وكلاعب اذا ضاقت به السبل في الارسنال قد يبحث على وجهه اخرى لابراز ما في جعبته من امكانات. الحكم يقول ضربه خطا يمكن الفريق الوطني يبحث على هدف ثاني في هذه المقابله اللي كما قلت بدا الفريق الوطني بايقاع رهيب. هذا كريستيان بصير
واحد من يمكن نعتبر واحد من المخضرمين صفوف الفريق الوطني من جديد. بالهندا يفتح ممر جميله جميله في الممر الايسر، انما هناك استرجاع من طرف لاعب سعيد ادريسا، محاولة المرور محاصره من طرف وصوفا، يمرر هذا الكوثري في المراقبه، الكوثري والاسرع يمكن يمرر الحارس، يمرر الحارس عنده مجموعه من الحلول، اعطى كره بالعطيه، هادئ وديع متزن، ما كاينش المجازفه، يمكن نقول ما كاينش الكره ديال الزياده لا توجد الان في الفريق الوطني. لما يمكن اللاعب يراوغ يراوغ، لما يمكن يمرر بدون زياده ونقصان، واش اللي كيحصل؟ واش اللي عطى الانسجام والتجانس ما بين المجموعه؟ الحكم يقول ضربه خطا، وصول الدقيقه 34. منتخب تنزانيا لم يصل للدار لمدينه مراكش الا ليله الجمعه الماضيه عبر العاصمه القطريه الدوحه، نزل في مطار محمد الخامس، بعد ذلك عرج على مراكش. ربما سبب التاخير حسب بعض المصادر لاسباب ماليه بحته او محضه، وتم مصادر تقول غياب بعض اللاعبين صفوف في المنتخب التنزاني، وبالفعل تعرضهم لداء الملاريا. فبذلك يعني كما قلت، لما اقول قاره افريقيا، بعض ادغال افريقيا مشاكل بالجمله. هذا بوصوفا محاولة الصعود، يمكن يفتح ممر لاعب امكاني ان يشق دفاعا باكمله، هذا السعيدي صعيب، صعبه 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 صعبه، سوء تفاهم. يمكن نقول اول تمريره خاطئه للسعيدي منذ مرور تقريبا 35 دقيقه، منذ مرور تقريبا 35 دقيقه نجم فريق هيرنفين، نجم فريق هيرنفين. نجم فريق هيرنفين الهولندي، والجمهور المغربي صور امامكم مزهور منتشيون سعيدون بهذا الذي يشاهدون في هذه المقابله. اذا هذا الملعب الجميل لمراكش سبق له افتتح تقريبا منذ مده ليست بطويله، واحتضن لقاءات كبيره، وكان اول لقاء هو الدوري الهام هنا مراكش، الكوكب مع مونبولي والوداد مع فريق البيجا والباري سان جيرمان الفرنسي، بعد ذلك لقاءات اخرى المنتخب الاولمبي منتخب كبار، فبذلك وسعنا مع اجواء المنافسات. ملعب مواصفات عالميه ياتي لاعطاء الاضافه للمنشات الرياضيه الوطنيه كما هو شان بالنسبه لطنجه وفاس وقريبا اكادير، وفي افق 2015 المركب العملاق للعاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء الذي سيكون معلمه رياضيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، في سعه ديال 87,000 متفرج، وهو يدخل في اطار استعدادات بلادنا لاحتضان نهائي كاس افريقيا للامم لسنه 2015. بلادنا سبق لنا ان احتضنت هذه النهائيات منذ تقريبا 23 سنه، دوره 1988، والخروج يعني في مباراه مثيره امام الكاميرون بهدف 1-0 والاكتفاء بالرتبه والخروج من دور مربع الاقوياء. هذا الحارس كاتسيجا جوما يمكن ينزل وتيره المقابله لامتصاص حماس لاعبين المتخوضين. كاتجوما يمرر مرتقاء لبدر القادوري، هو الاسرع بالهند بكل هدوء الممكن مباشره للحارس نادين ياغري. نادين ياغري 35 سنه، تجربه كبيره، حسب هذه المواصفات والمعطيات يمكن يعمر لسنوات اخرى. نذكروا حراس كبار تجاوزوا عتبه ال40، اخرهم فاندر سار النجم كره القدم الهولنديه، دينوزوف الحارس الايطالي الاسطوره، شيلتون الانجليزي وصل 43 سنه، كثير من الحراس البلجيكيه شمايكل الدنماركي وغيرهم من الحراس اللي تجاوزوا عتبه ال40 وخرجوا براسهم عاليه من المنافسه الدوليه. فكره القدم لا تقاس بالسن انما تقاس بالعطاءات. خطا صعبه صعبه للغايه، واصابه الشماغ في كاحل قدم الرجل اليمنى، ضرب خطا. كثير من اللاعبين قد يحاولون البحث عن اعطائهم فرصة لتسديد وتنفيذ هذا الخطأ. ما اقول يعني تنزانيا اقول واحدة من اشهر مرتفعات في العالم، مرتفعات كليمنجارو التي تتجاوز 6000 متر، يعني هي تستهوي هو التسلق الجبال، والجمهور بكل الوسائل الممكنه وكل طرق تؤدي للمتعه وبعث الدفء في نفوس اللاعبين واقدم اللاعبين لاعطاء الاضافه المطلوبه. ضربه خطا ربما العميد خرجة او بوصوفا، نتمنى تكون ثابته داخل مرمى الحارس كاتسيجا تشوما. هذا بوصوفا الحكم كيعطي 9 امتار و15 سنتيمتر، والجدار التنزاني مشكل من طرف 6 ديال اللاعبين في غفله من الحكم، ارادوا ربح تقريبا متر او مترين، هو الشيء الذي ينبههم الان حكم المقابله. بكري الحكم الغامبي الذي سبق له الحكم مقابله المنتخب الوطني ومنتخب السنغال في داكار. يمكن بوصوفا
بوصف 61 بوصف والحارس الحارس يصوت هذا الشما بنادم الهندا وضربة خطأ لإفادة المنتخب التنزاني. 1-0 هدف الشماغ الذي أعاد التوازن للمجموعة وكافأ هذا العطاء وهذا السخاء لعطاءات المنتخب الوطني في هذه المقابلة أمام خصم يمكن نقول يخضع لقوة المنطق بحكم أن المنتخب الوطني منتخب يعني به نجوم به نجوم به لاعبين عندهم إمكانات كبيرة مهاريا وبدنيا وعندهم تجربة ومرجعية تاريخية. المنتخب وكان بحثوا على التذكرة رقم 14 اللي تمشي بين النهائيات كأس إفريقيا الأمم 2000 مثل السنة القادمة في غينيا الاستوائية والكابون. محاولة سديد وهدف تعادل في غفلة من المنتخب الوطني. أفضل ما فعل منتخب تنزانيا هو هذه التسديدة للاعب موريس أمبروس يمكن نقول في غفلة من دفاع المنتخب الوطني سجل هدف تقريبا من 25 متر يمكن في لحظة دهول وفراغ ديني للاعبين غيتضح ذلك من خلال الإعادة. يعني أفضل دين المر لاحظوا ماذا فعل سدد من مسافة بعيدة متابعة الحارس يمكن كنظل أظن من زاوية أخرى الكرة لمست رجل أحد اللاعبين لنتابع بالفعل الكرة لمست رجل المدافع بن عطية وحولت الوجهة بالرغم من متابعة حارس نادي المعري. هذا هدف التعادل كيجي من طرف لعيب صدلة اللي كحمر رقم 16. إذا 1-1 عودت التكافؤ في المقابلة وهي غير متكافئة بتاتا بحكم 95 لما نقول 100% الاستئثار للمنتخب الوطني والسيطرة المطلقة للمنتخب الوطني. إذا يلزم يسجل هدف على الأقل ينهي الشوط الأول بتقدم بهدف مقابل هدف واحد. كل شيء ممكن هذا خرجة يلزم لاعبي المنتخب الوطني يحافظوا على رابطة الشاش وبالهدوء الممكن يوصلوا كم يمكن وصلوا بأكثر من مناسبة. هذا بدر القادوري يمرر مشات السعيدي يمكن يرسل إرسال ارتقاء فرصة رأسية أخرى لخرجة ولكن لحظة العاطر اعتقد الكرة مشات للمرمى ديال الحارس كاتسيجا تشوما ولكن يمكن نقول الحارس لاحظوا لاحظوا ارتقاء حرة طريقا فقط الحارس يراقب الكرة ويتمر على مقربة من العمود الأيسر لشباكه. إذا كاتسيجا تشوما ضربة مرمى ارتقاء يعني أصعب شيء هو تتلقى هدف عدد تمجرات اللاعب. يعني 1-1 ما بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره التنزاني في آخر جولة الجولة السادسة داخل المجموعة الرابعة في مجموعة الموت الإقصائية لأن كل احتمالات فيها واردة فبذلك يلزم الفريق الوطني يوصل للمرمى ويسجل ويضيف هدف. تدخل خشين الظهير الأيسر هذا إيراستو إدوارد تدخل بخشونة كبيرة أمام لاعب عادل تعرف صعود كل للاعبين بوصفا كل كرة ثابتة إما بارك بوصفا أو حسين خرجة في التدريب. الحكم في نقاش مع بوصفا فهاد الأثناء ويؤشر له أنه لن ينفذ إلا لما يعطيه الإشارة بذلك. رجل لرجل سرعات كبيرة ما بين اللاعبين بوصفا من جديد سرعات الحكم يراقب الوضع رجل لرجل يمكن يجي هدف من كرة ثابتة بوصفا من جديد بوصفا يمرر إرسال رأسية والحارس يقين هذا حارس يقين كاتسيجا تشوما يمكن نقول بكل موضوعية هو النقطة المضيئة داخل صفوف منتخب التنزاني لكرة القدم. يعني خرج كرة من وضعية صعبة فيلزم يعني توسع الفريق وتسجيل كل هدوء الممكن لنناقش دقائق المتبقية من عمر المقابلة كل هدوء الممكن سمات الدفاع تدفق كل المنتخب الوطني هذا بالهندا يمرر تمريرة جميلة ومن جديد الكوتاري الحكم يقول ضربة خطأ الحكم يعني ضربة خطأ واضحة لأنه ضربة من الخلف والنقاش محاط حكم بالفعل عم يدفع من الخلف هذا النجم الصمتة لاعب فريق مازيمبيك احمر رقم 10 نعتبره تجاوزا هو النجم الوحيد صفوف منتخب التنزاني لكرة القدم. هذا نصف هدف كرة ضربة خطأ من هذه المسافة يمكن يأتي منها الهدف هو الشيء اللي يمكن نترقبه من خلال هذه المحاولة. احنا كنوصلوا الدقيقة تقريبا 44 وصراع كبير ما بين اللاعبين التنزانيين واللاعب بن عطية والكوتاري وهذا الحارس
كاتسي جاتشوما يرتب الدفاع للمنتخب التنزاني لكرة القدم. يمكن بوطوبة مرة تكون صحيحة، يمكن تكون صحيحة، يجرب ويجيد الكرة الثابتة، يجيد كرة ثابتة، نتمنى تكون صادقة وتمشي لأي زاوية شاءت، الأهم أن تدخل الشباك بالتأكيد إما هو أو خرجة. إنما قد أقول بأن يمكن الخرجة ترك الصلاحية للبونسوفال يجرب حظه في هذه الكرة. هناك الاقرب الى هناك كذلك بدر القادوري، بوصوفا من جديد، بوصوفا ضعيفه 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 ضعيفه، لم تشكل اي خطر للحارس، مشى غير المكان ديالو. لاحظوا بدر القادوري غير كل الوجه لانه من اجل استرجاع. هذا المنتخب التنزاني الان يمكن نقول ينوم المقابله ويستفيق على بعض الهجمات المباغته، واحدى عطات كره هدف تعادل من تقريبا 25 متر، هدف صادله تقريبا الذي ما نقولش باغت الحارس، ولكن لان سديته ارتطمات برجل بن عطيه وغيرت الوجهه. هذا الحارس مصاب، لست ادري لماذا، لست ادري لماذا، ربما يريد انهاء الشوط الاول بالتعادل، ربما هذا السيناريوهات قد تحدث. وبعض التصرفات على مستوى كره القدم الافريقيه لا زالت تطلع للافق بين فينا والاخرى. الان يزيل قفازتين بهدوء كبير وكاني به في رحله استجمام، فيعني الاشياء بهذا الشكل. هنا الحكم يضيف دقيقه كوقت بديل، يمكن المقابله يمكن بكل موضوعيه استسدنا في الشوط الاول وكنا الاقرب وبسيطره مطلقه تقريبا فتره متقطعه، كان على الاقل تنتهي الجوله باربعه ثلاثه اهداف، والشيء اللي ما حصلش. 1-1 حتى الان امام خصم ما نقولش ضعيف، ولكن خصم يؤمن بالقدرات كما قال بولسون المدرب الذي يكثر الخروج خرجته لوسائل الاعلام. وهذا كيريث بقصمات وجه حاده، تاكيد عشرات الاسئله تترقص مفكرته، كيف السبيل للخروج ما نقولش مأزق، ولكن مقابله قفل، اصعب مباراه تكون في ميدانك امام خصم ما عندوش شي مرجعيه كبيره، انما عنصر المفاجاه والمباغته والاشياء اللي بالتاكيد هو دخلها المفكره ديالو ولقنا اللاعبين باش يسد الطريق على العديد من الاشياء. هذا بالربح من الوداد والسعيد فتاح من الوداد كذلك، نجوم كره القدم الوطنيه فتح لهم المجال. كيريث كما قلت 18 لاعب متواجده في هذه المقابله، اربعه كيمارسوا بالدوري الوطني تقريبا نسبه مئويه ديال 20%. هذا بولسون كما قلت صليت اللسان لا يخرص ابدا، نتمنى تخرصوا يتخرص في هذه المقابله وبحصه كبيره ويخرج، لان كيتحدث اكثر من امكاناته، خرج بخرجات مثيره اليوم ما بين اليوم وغدا يعطي مضامين مختلفه تماما، ربما يتلعب بالادمغه. انما التصريح والخروج لوسائل الاعلام عنده ضوابط اللي كتاثروا، تسال في المقابله تماثي بعد المنتخب تنزانيا، نزل ايقاع المقابله بالهنده في اتجاه البوصوفه، استرجاع تنزاني بوسط ايراستو تعرف تخرج كره من نفق ضيق، مشى حسين خرجها في الوسط، يمكن يمرر اما السعيدي او بدر القادري او غير الوجه كليه، عنده حلول كثيره، يمرر السعيدي، السعيدي يتوصل محاوله المرور، غادي يتجاوز المدافع الايسر، مشى السعيدي في الممر الايسر سريع، عم يتشد من الخلف، الحكم يقول وصل المقابله، جميله جميله، هذا خرجه خرجه جدار بشري امام الحارس كوتسيجا من جديد تعرف. لا اعتقد ان السعيدي رجع من وضعيه التسلل، لا اعتقد ان السعيدي رجع من وضعيه التسلل. يعني لنشاهد هنا بالقادوري اخر لاعب وفي الممر الايسر للمنتخب التنزاني، على اي هفوات قليله في هذه المقابله من طرف المساعدين، انما عامه المقابله تدور في اطار صحيح وحكم المقابله يراقبك كبيرة وصغيرة. تم اضافه وقت بديل للمقابله، تكافئ 1-1 الحكم الان، الحكم الجامبي بكري يرسل لاعبي المنتخبين للمستودعات. جوله اولى سيطره يمكن نقول مطلقه للمنتخب الوطني، وكم امكان الحصه تكون على الاقل 2-1 والشيء اللي ما حصلش. نتمنى صحيح مجموعه اشياء بالتاكيد، صاحب الصلاحيه وإيريك كيريث، القاكم تقريبا بعد 15 دقيقه من الان، ترقبوا. واحد الضغط رهيب من طرف المنتخب الوطني، فرض
منظومة لعب تتأسس على عدم استصغار الخصم وتفادي الأخطاء في منتصف الملعب والتلاحم والضغط على حامل الكرة، والشيء اللي عطى في مساحات فارغة بفعل المهارات الكبيرة للاعبين، بعض لاعبين المنتخب الوطني من ضمنهم السعيدي اللي يمكن فتح شوارع المراوغة وبوصوفة وتعرفت غير من اللاعبين اللي خلخلوا دفاعات مجموعة المدرب بولسون الدنماركي اللي كما قلت كثر كثير من الحديث ديال هذا المدرب واستراتيجية الأداء ديالو في المقابلة. قال بأن جال المغرب هذا الحديث لبولسون الدنماركي مدرب منتخب طازة قال بأنه يؤمن بقدرة لاعبيه ولكن نسى بأنه يواجه منتخب يعتبر من المرجعيات المهمة في كرة القدم الإفريقية والمستوى الدولي. الحكم يمكن نقول الحكم الغامبي بكاري كان في مستوى المقابلة إذا استثنيت مناسبتين، المساعد الأول أشار لتسللين لم يكن إلا في الخيال. طبيعة الحال ثقل كبير أنا على المدرب إيريك جيرس كيبحث عن تحقيق الفوز في هذه المقابلة وتغيير اضطراري، خروج إيراستو إدوار لاعب فريق طايكا واحد من الفرق المهمة في الدوري التنزاني ودخول لاعب نادير علي. اذا هذا تغيير اضطراري يقدم عليه المدرب بولسون فيما المنتخب الوطني غيلعب بنفس تشكيل الشوط الاول، نترقب الشوط الثاني بسيناريو مغاير باي وصفه سيظهر الاسود وباي استراتيجيه اداء سيواصلون دقائق المقابله. هذه رسومات بالتاكيد وجه المدرب ايريك جيريس بين الشوطين للاعبين. هذا بدر القادوري يمر لي خرجه اليمن محاولة الآن بالتأكيد لو المنتخب الجزائري انهى الشوط الأول متقدم ملعب 5 يوليو على منتخب إفريقيا الوسطى اللي كيدربوا الفرنسي جول أكورسي المدرب السابق للدفاع الحسين الجديد. الجزائريون انهى الشوط الأول كما قلت بجوج لصفر. باصري مر خرجة مشى يبحث على مامر جميلة مشات عند سعيدي هل يسعدون في أمسية اليوم؟ يمر بدر القادوري الحكم يقول تسلل من جديد، فهاد البداية والمساعد كما قلت التي تحكيم او رباعي تحكيم هذه المقابله من غامبيا نشاهدوا من جديد هنا الحكم يعلن عن تسلل بالفعل تسلل لبدر القادوري بخطوات متباطئه يحاول الحارس كاتسيجا جوما. هذا هو النقطه المضيئه في صفوف منتخب تنزانيا، يعني دافع بكل السمات عن مرمى في الجوله الاولى ارتقاء للكوتري صراع كبير ما بين اللاعبين التنزانيين ونظرائهم المغاربه والحكم أشر على تماسي بعدة المنتخب الوطني. كما قلت يعني الكبار يغيبون هذه الدورة القادمة، يعني أنا تصور كأس إفريقيا بدون الكبار كيف ستكون؟ هذا يعطي الانطباع انه لم يعد هناك منتخب كبير ومنتخب صغير. صحيح تحترم المرجعيات انما الطموحات مشروعه لكل منتخب. هذا كريستيان باصير لاعب فريق بورما سبور التركي يعرج على تجربه احترافيه اخرى، خرج يخرج كره من فقين ضيق يرسل ولكن فطن المدافع سولمان تشومبو في صراع كبير مع بدر القادوري وضربه خطا. المنتخب التنزاني يناقش المقابله في منتصف الملعب، يعني اي مجازفه منه يفتح المساحات الفارغه يمكن يترك المنتخب الوطني حريه اختيار العديد من الحلول اللي يمكن توصلوا لمرمى الحارس. كاتسيجا جوما مشى سعيدي يرقص الدفاع يخرج كل مهاراته الفرديه امام جدار بشري تبادل الكره من جديد كره ترقى السعيدي محاوله المرور يرسل كره جميله والشماخ ومن جديد زاويه. يعني اجمل ما في المقابله هو ان السعيدي يمكن الى ما لقاش مساحه منين يراوغ ويدخل كيمرر وعطى باحدى الامدادات الهجوميه عطات الهدف الوحيد في المقابله للمنتخب الوطني واللي جا من راسي للاعب الشما. هذه الزاويه رقم 6 في المقابله والاولى في الجوله الثانيه وكل كره ثابته خصوصا الزاويه تكون طرف اللاعب النجم بوصفة من جديد ضعيفه تدخل الدفاع. هذا بالهنده لاعب بامكانات دفاعيه كبيره بالهنده من جديد لاعب استرجاعي محاول المرور اقفل الممر والحكم يقول عودة بوصفة من وضعية التسلل طبيعة الحال 11 المجموعة كانت منافسة شرسة الأوائل ضمن المجموعة 11 يمرون مباشرة للأدوار النهائية. فقط المجموعة 11 مرت منها جوج ديال المنتخبات بوتسوانا وتونس بالتاكيد لن تنسى طويلا يمكن نقول المجهود كبير لمنتخب تشاد اللي تمكن من التعادل امام مالاوي بلونتير بجوج واعطى هديه كبيره لمنتخب تونس اللي تجاوزت الطوغو في ملعب راديس بيتو.
يعني ال 11 الاوائل ضمن المجموعه 11 يمروا، مشى جوج منتخبات من مجموعه رقم 11، ومشى كذلك يكون هناك صاحب افضل صف افضل محتلين للمركز الثاني في المجموعات كامله، اضافه للبلدين المنظمين غينيا الاستوائيه والغابون، والاستعدادات جاريه على قدم وساق منذ مده طويله. المقابله متواصله تصل الدقيقه الرابعه، نترقب ارتفاع وتيره التنافسيه ويفرض الفريق الوطني بالفعل فرض اسلوبي، انما يفرض الواقعيه ويوصل للمرمى باش يشل هدف او هدفين ولما اكثر، باش لماذا اكثر لنناقش الدقائق المتبقيه من عمر المقابله بكل هدوء ممكن. من جديد سعيدي يمكن نقول يعني يفعل ما يشاء بدفاعات المنتخب التنزاني، لاعب بمهارات كبيره وباداء كبير على مستوى العطاء الهجوم. تعرض بكل هدوء ممكن، مشى عرج على الوجهه الاخرى، محاوله دي فرصه، والحكم يقول تسلل، الحكم كره بينيه يقول تسلل، يعني لا اعتقد ذلك. يمكن زميلي نور الدين بامهاود مخرج تلفزيون المقابله وبقي بالفعل لم يكن ابدا. هذه المره الرابعه كخطا، مره مناسبه في الجوله الاولى ومناسبه في الجوله الثانيه. هذا المراقب الاول يعني يمكن نقول خلق بعض المتاعب لمواطن وحكم الساحه بكري. تسلل فقط يوجد في ضرب الخيال وليس على ارض الواقع. كره تنزانيه في الوسط، محاوله التمرير بن عطيه، برج المراقبه في الدفاع، هذا خرج رجل اتزان وتدخل خشين من الخلف. الهدف يمكن ما نقولش تاخر، ولكن نبحث عنه بكل السبل الممكنه، لان الفريق الوطني الان كيلعب تامين دفاع بالتاكيد. لاعبون الان تم تمرير لهم نتيجه مقابله الجزائر، بالتاكيد هذا مستودع الملابس، انما يلزم يسجلوا هدف هنا او هدفين لاراحه الاعصاب ونناقش الوقت المتبقي من المقابله. مشى تعرب خارج قدم جميله، ولكن بعيده على السعيد وبعيده على لاعب شمال. بطبيعة الحال المنتخب الوطني ترجع بي الذاكرة لوراء لدورة أديس أبيبا 1976 والجيل الذهبي بالهزاز، بفراس، بسيلة، بالجزار، بالزهراوي، بنجوم كبار، بالعربي الشباك اللي في ظروف كانت صعبة لغاية المستوى القاري. بالرغم من ذلك تمكن المنتخب الوطني يمنحنا اللقب القاري الوحيد اللي يمكن نقول طال انتظاره كلقب ثاني، من بعد مرور تقريبا 35 سنة بالتمام والكمال. وكان الجيل ديال الأطرو الزكي في 2004 الأقرب، إنما اللقاء النهائي برادس 2-1 انتهى تونسيا حرمنا من اللقب، انما ترك واحد الجيل ذهبي، البعض منه مشى والبعض لا زال يعطي يد العون للعناصر الجديده، ومن ضمن العناصر نجد الحارس المياغري، العميد خرجه، الهداف الشماخ، الهدف الاخر حجي. على ذكر هدف الشماخ، هو الهدف رقم 17 فبذلك هو يعادل الرقم حجي، وكلاهما سجل المنتخب الوطني في السنوات العشر الاخيره 34 هدف. اول مباراه الحجي تعود لسنه 2000، بينما سنوات بعد ذلك غيجي اللاعب حجي باش ينضاف، بل عفوا اللاعب الشماخ باش ينضاف الباقي العناصر الواعده في الخط الامامي للمنتخب الوطني. فبذلك كلاهما سجل 17 هدف، هما ثاني ابرز هدافين تقريبا في 20 سنه الاخيره من بعد هداف الكبير صلاح الدين فاصير اللي عطى الكثير لكرة القدم المغربية. ولا ما خانتنيش الذاكرة يمكن سجل تقريبا 27 هدف للفريق الوطني، وهو رقم مهم ومهم جدا ادخله التاريخ من بعد. اصابة بن عطية، عطاء متواصل لهجم فريق اودينيزي يستأسد في دفاع المنتخب الوطني وفي دفاعات وفي دفاع فريق اودينيزي الايطالي. يعني اللاعب مواصفات مهمة جدا وعنده خط تصاعدي في العطاء. نادي المياغري يتولى تنفيذ الخطأ، ارتقاء كرة من جديد. يعني نترقب ارتفاع وتيرة المقابلة وهدف. بدر القادوري عودة بن عطية بكل الهدوء الممكن، والحكم يؤشر للاعبين
السعيدي بن الشماق مشى لعبت واحد اثنين بالكعب السعيدي محاصر محاصر بخمسه لاعبين، خرج كره من نفقين ضيق، مشات عند خرجه يمكن يربح بعض الامطار، مشى خرج العميد امامه جدار بشري بولسون وضع 10 لاعبين في منتصف الملعب وغير خم لاعبين لاخراج كل ما في جعبتين. فرصه مشى بوصوفا يلعب عبر مشات عند تعراب تعراب تعمل التمويه يمكن يدخل جميله 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 ولكن الحارس يقيد الحارس يقيد كاتسيجات جوما هذا النقطه المضيئه في صفوف منتخب قطري. ما كاينش خير اخر الا الانسلال او الكره البينيه، كره بينيه شبيهه بتعرف ولكن التمويل الكبير هو الذي قام به شما الذي يعني موه لاعبين، انما الحارس يقيد ملأ الزاويه وانقذ مرمى من هدف محقق، انقذ مرمى من هدف محقق. المنتخب الوطني منذ سنه بالتمام والكمال في دار السلام بهدف مثير للغايه حمل توقيع الحمداوي الغائب الكبير هذه المقابله. فالمنتخب الوطني كان فاز مباراه الذهاب 1-0 وكان المدير الحمداوي نجم فريق اجاكس الذي اصيب بشد في الفخذ الايمن ابعده مكرها، هو الان يؤازر زملائه في دكه قريبا من دكه بدلاء، شانه في ذلك شان باقي اللاعبين والجمهور يواصل المؤازره وينتظر الهدف الثاني هدف خلاص الذي قد يخرج من هذه الدوامه. وهذا ما لا اقول ارتباك لان الفريق الوطني فرض ايقاعه فرض اسلوب لعبه، انما كيف السبيل الوصول للمرمى هو اللغز والحل بطبيعه الحال هو بين ارجل اللاعبين وفي مفكره المدرب ايريك جيريت مدرب صارم المدرب الذي كما قلت عرج تاريخه يتحدث عنه. فامامكم جيريت يعني 58 سنه عميد سابق للمنتخب البلجيكي ونجم الفريق البلجيكي ومشى لايندوفن ومشى لاسي ميلون الايطالي وبعد ذلك عرج على منتخبات كبيره من ضمن هذه المنتخبات يعني مشى لفرق كبيره ككايزر سلاوطن كفولسبور كغلاطا سراي اولمبيك مارسيليا الهلال السعودي. فهذه مجموعه من المحطات الاستراتيجيه لهذا المدرب، فهو مدرب يعني كيمشي برسامين ماليه مثيره للغايه وقال في اكثر مناسبه بان همه الكبير هو الدخول للتاريخ وقال لما جئت للمغرب وبعقد يمتد لاربع سنوات لدي اختياران، الاختيار الاول المحطات الافريقيه والاختيار الثاني الذهاب بالفريق الوطني لكاس العالم القادمه واعطاء متنفس لهذا الجيل الجديد. فبذلك قال الصرامه والانضباط والعطاء هي المعايير التي تدخل اي لاعب لصفوف المنتخب الوطني. بوصوفا بكل لا اقول الهدوء ولكن اشياء تقع في كره القدم، احتكاك مع الحارس، الحارس يمكن نقول يمكن في يمكن نقول بهذه العباره كيمثل شي شويه لانه تاخر كثير، لان التدخل ما كانش فيه خشونه، ما كانش فيه خشونه، الدليل يعود معافى يعود لعارينه وكان شيئا لم يكن. هذه اشياء لا اريد الحديث عنها لانني انفت على المستوى الافريقي في العديد من المحطات، الكره المغربيه تمشي عند بدر القادوري، بدر القادوري ارسال مشات طريقة تعرف، انما الاقرب هو اللاعب سعيد ادريسا من جديد، تفاهم كبير ما بين الكوتاري وما بين بن عطيه، ما كاينش خطا نهائيا لان الفريق الوطني كيلعب باحتياطات كبيره على المستوى الدفاعي، مشى بوصوفا محاصر بلاعبين الحكم يعطي ضربه خطا، بداوا الان تميلوا اللاعبين التنزانيين لنرفزه الفريق الوطني اما بالتدخلات خشنه او بعمليه شد او كل طرق تؤدي الى العرقله، كل طرق تؤدي الى العرقله، انما يمكن هدف يخرج اللاعبين التنزانيين هذا التكتل البشري، ما نقولش مبالغ فيه تلك استراتيجيتهم ولكن فقط قليل من التريث كم امكاننا نكون واصلين للمرمى. الحارس كوت جيسا في اكثر من مناسبه، هذه التعراف كل لاعبين التنزانيين امام مرمى الحارس كاتسيجا جوما، هذا النجم هادي التعراف يعود من جديد معانقه الاسود، التعراف تمرر الحارس يتدخل وعمل تشطيب من طرف المدافع امبرو ساموريز، امبرو ساموريز ابعاد هناك بدر القادوري يمكن يعطي الحارس بالفعل حسنا فعل لم يغري صمام الامان يمكن يرسل في العمق ما عندوش خيار اخر، مشى الكره طريق الشماخ ارتقاء 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 مضروبه حراسه كبيره على لاعب الشماخ على الاقل بلاعبين بوصوفا مجهود كبير هذا اللاعب تمارس بالهند ناقصه، هذا بن عطيه ما شاء الله عطاء متواصل وثقه كبيره ونديه وخطا خطا واضح خطا واضح، الحكم تاخر كثير الحكم حتى على مستوى التموضوع الحكم الغامبي في كثير من المحطات لم يكن قريبا، يعني اشياء عديده
قد تقع قد لا يشاهدها المشاهد الكريم بالعين المجرده، خطا واضح. مشينا للجيمباز وليس كره القدم، لان حركه بهلوانيه تبعد على لا اقول اشمئزاز ولكن تثير حافظه المشاهدين. كره تنزانيه، هذا المسجل هدف وحيد في المقابله، اللاعب بلدا مشى في الوسط، يمر تمشي عن الجناح الايسر عبد الله رجب، عبد الله رجب بالكعب، لا ادري ماذا يفعل، مشى بالكعب عمل جميله انما توصل من جديد عند كريستيان باصير نجم فريق بورماسبور التركي. عياء كبير الان، يمكن نقول بدع العياء يدوب لاقدام لاعبين تنزانيا. غنشاهدوا سيناريو غريب في الدقائق المتبقيه من عمر المقابله، لما تكثر الاخطاء ما بين خطا وخطا 10 15 ثانيه تاكدوا بان الخصم دب ليه العياء، وظهر ذلك واضحا على اعتبار ان الحارس نادي المغري كما كان في الشوط الاول فرحه تامه، يمكن في مناسبه او ثلاثه هي التي لمس فيها الكره بالكعب 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 بالكعب، مشى هل يصل الكره ام لا، هل يصل الكره ام لا، بالفعل ممتاز بالصدى بالروح وبالقلب وبقطر صغيره مشى ومر من نفق ضيق يمرر، ولكن يعني الحركه مثيره للغايه وتنم عن حس فني رفيع اقدم على اللاعب بالصدى، انزلق واستدار مع الكره، استرجع الكره ومر بخطره صغيره ممتاز، كره جميله بدر القادري من جديد يمرر هدف اي دقيقه يمكن يحررنا ويخرجنا ما تشد الاعصاب، لان السعيد يمشى في المرمى الايسر توخر يشعل فتيل هذه المقابله ويرقص الدفاع محاوله المرور يمرر زميله بدر القادري، بدر القادري جميله تعرف هذه تعرف ماذا يفعل تعرف، يا للحظ العاطر يا للحظ العاطر، سعيدي من جديد من جديد من جديد يعاكس الحظ، يتراقص بالدفاع يلاعب الدفاع يفعل ما يشاء، هل ياتي الهدف ام ياتي؟ لقد تاخر لقد تاخر الهدف، لاحظوا ماذا يفعلوا لاحظوا ماذا يفعلوا بكل الطرق الممكنه يمرر اعتقد الهدف، انما الحظ العاطر والكره تمر جانبا، الكره تمر جانبا نصيب دقه 60 دهشه ذهول ترقب شد الانفاس، الجمهور يتابع المقابله بكل الحماس الممكن وبكل الاحتراس الممكن، لاننا نبحث عن هدف الامان وهدف الخلاص في مقابله ليست كباقي المقابلات، كما قلت مقابله الموسم، هذا التعراف، هذا النجم الواعد، النجم الواعد الذي كما هو بشانه شان السعيدي الاخرون نجوم كثر في المنتخب الوطني، ولكل واحد من هؤلاء النجوم ما كانت فرقه طيب. فرصه 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 من جديد، الحكم يقول ضربه مرمى، ارتباك واضح وعياء واضح وتراجع مثير للغايه لعناصر المنتخب التنزاني امام مرمى الحارس كاتسيجا جوما الذي تحمل الى جانب الدفاع عبء هذه المقابله. يعني نعلق على المقابله بكل الجوارح وبكل المشاعر الممكنه لانه المقابله تحدث الفا، ونذكر بان المنتخب الجزائري انهى الجوله الاولى بملعب 5 يوليوز بالعاصمه الجزائريه الجزائر امام افريقيا الوسطى بجوج للصفر، وهي ثاني مقابله للمدرب البوسني وحيد هاليهوزيك مع المنتخب الجزائري، كره مغربيه جميله مشى بوصفه ممر ايمن، ماذا سيفعل؟ لاحظوا ماذا يحصل، لاحظوا ماذا يحصل، عمل اعتراض اوبستريكسيون يلزم انذار وضربه خطا، يلزم انذار وضربه خطا، ويمكن نقول الحكام الغامبي بكري تاخر كثيرا لاشار الاوراق، يمكن نقول ترك لا اقول يشامل لانه يطبق القوانين، انما تاخر لاشار الورقه الصفراء اكثر من مناسبه، وربما هذه استراتيجيه المدرب بولسون للعرقله لنرفزه لاثاره حفيظه لاعبي المنتخب الوطني، هي عرقله واضحه وبوسوفار رجل باقي ينسى الشعر من العجين، شانه من ذلك شانه في ذلك شان اللاعب السعيدي، جناحان مهارات عاليه بالرغم من قصر القامه انما المهاره موجوده والامكانات موجوده وسعه الصدر موجود. هذا بدر القادوري رجل اختصاص 30 سنه، بدر القادوري بعيده، بدر القادوري بعيده، غير الوجه كليا، غير تقريبا 40 45 متر كمسافه باش يغير التموقع والتموضع ديالو باش يسدد هذه ضربه خطا، تجربه كبيره منتوج خالص للوداد، عرج على اوكرانيا بكييف ومن بعد ذلك مشى الفريق غلاسكو رونجرز اسكتلندي، هو في سن 30 في قمه النضج والعطاء، هذا الحارس جوما ارتقاء عليه بالهنده
الوجهه واحده، الوجهه واحده بالهنده جميله عملت واحد اثنين. هذا حسين خرجه ينتبه بكل تقليه يمر. لاحظوا تبادل المواقع، تبادل المواقع ومجهود ومجهود مبذول من طرف، مجهودات كبيره مبذوله من طرف العناصر الوطنيه للوصول لمرمى الحارس. بقدر ما المنتخب الوطني مسلسل المقابله ومسيطر 100% بقدر لم يعرف كيفيه الوصول للمرمى، لانه كما قلت هناك ضغط رهيب على اللاعبين من الناحيه النفسيه، والضغط يكون على المنتخب المستقبل وليس على المنتخب الطيب. المنتخب الوطني تسبقه سمعته، فبذلك يصارعون الزمن اللاعبون المنتخب الوطني للوصول لمرمى الحارس جوما في هذه المقابله. تبادل كروي، الكره في طريق العميد جوزيف سينديكا. جوزيف سينديكا اقفلت امام الممرات في ارتباك كبير يمر للجهه اليمنى. تواجد سعيد نيوسو، سعيد نيوسو انتزاع بكل الهدوء الممكن بتجربة كبيرة لبدر القادوري. هذا السعيدي يمر اتجاه الشماغ، محاصر طرف لاعب ارتكاز، لاعب ارتكاز امبروسو موريس من جديد. منتخب تنزاني يلعب في منتصف ملعبه، يلعب في منتصف ملعبه من جديد. بدر القادوري من الوسط، استرجاع من طرف حسين خرجة، حسين خرجة. الكرة لم تغادر، الكرة لم تغادر، جميلة تمشي عند بوصوفة، يمكن ينسل يوجد المراوغة والدخول والتوغل في مساحة ضيقة. سعيدي من جديد، سعيدي، سعيدي جانبا، سعيدي جانبا من جديد، سعيدي جانبا من جديد. هذه المحاولة رقم تقريبا 11 أو 10 أو 11 منذ بداية المقابلة حتى الآن على المستوى الإمداد الهجومي للمنتخب الوطني. تسديد الرأسيات، الانسلال، تم توظيف كل الميكانيزمات الممكنة في المقابلة، إنما الحد العاطر لا زال يلازمنا، لا زال يلازمنا بعد مرور تقريبا 64 دقيقة. الحكم الرابع أمامكم كاميرا بكاري والآخر من غامبيا. سيؤشر بالسبورة الإلكترونية، يؤشر بأن هناك تغيير فيما أربعة عناصر وطني في حركة تسخينية من طرف قائد البدني للمنتخب الوطني، ربما سيكون تغيير. دخول لاعب ألفان نكاسا لكحمل رقم 8 ومغادرة عبد الله رجب لكحمل رقم 11. هذا لاعب لم أشاهده قط في المقابلة، يعني اكتفى بالدفاع ونشأ غير ذلك. أفضل ما يميزه هو طريقته، حلاقته لرأسه، يعني ربما تقليد نجوم على مستوى عالمي على أي يغادر بخطوات متثقلة. وربما ستلقى إشارة من مدربه بولسون، جون بولسون الدنماركي، ودخول اللاعب ألفان نكاسا. ألفان نكاسا دقيقة 65 وضربة خطأ، وضربة خطأ ومباشرة تنفيذ الحارس نادر المياغري. نادر المياغري نادرا ما توصل ب، لا اقول تهديد، ولكن بكره من طرف منتخب زامبيا تنزانيا عفوا، اذا ما استثني التسجيل التي اعطت الهدف والتي اقول واكرر ارتطمت برجل المدافع بن عطيه وحولت غيرت الوجهه وخدعت الحارس نادي المغرب. ضربه خطا للمنتخب الوطني، بوصوفا في الوسط، اذا تاخر المدرب الوطني ايريك غيريت تغيير فهو يعرف ماذا يفعل، لانه يؤمن بقدره المجموعه والمجموعه تعطي ما هو مفروض ومطلوب من، انما الحظ العاطر والاخر يدخل ضمن منظومة كرة القدم وفي الرياضة عموما. ولكن الفرص سيأتي، بوصوفا يرسل ارتقاء، فرصة للمنتخب الوطني، محاولة تسديد وضربة مقص وإبعاد، محاولة للهجوم والحكم يقول ضربة خطأ، ضربة خطأ واضحة ضد مبارك بوصوفا، ضربة خطأ واضحة ضد مبارك بوصوفا الذي تعلق بالدوري البلجيكي وأعطى مؤشرات ميلاد نجم داخل فريق أندرليخت. بعد ذلك على الرجاء كما قلت بصفقة مهمة جدا تجاوزت 13 مليار سنتيم، والوجهة يا فريق مارشاكالا، أونجي مارشاكالا الروسي، واحد من الفرق الروسية المهمة في السنوات الأخيرة. كريستيان باسير، هذا تعرض يمر جميلة تمشي للوسط، هذا بالهندة، بالهندة ما تفعل، بخارج القدم ضعيفة، بخارج القدم ضعيفة، ترجع له من جديد. لاعب بمهارات، عنده ازدواجات مهمة، هو لاعب استرجاع ولكن عنده إمكانات هجومية مهمة جدا. هذا بدر القادوري يمر بالهندة من جديد، منتخب تنزاني يملأ منتصف الملعب. مشى بوصوفا، مشى بوصوفا، مشى بوصوفا، الحكم يعطيه ضربة خطأ، الحكم يعطيه ضربة خطأ قريبة على مشارف المعترك، على مشارف المعترك. هل تكون صحيحة هذه المرة؟ هل تكون صحيحة هذه المرة؟ هو الذي جرب حظه في مناسبتين في الشوط الأول. الكل يترقب هدف وأنتم معنا سيداتي وسادتي في بث المباشرين
من ملعب جديد لمدينة مراكش. الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة إقصائيات أمم إفريقيا 2012 التي ستدور مطلع السنة القادمة مناصفتين بين غينيا الاستوائية والغابون. والأسود أسود أطلس يبحث عن تأشيرة رقم 14 في تاريخهم الرياضي من أجل الحصول والوصول هذا العرس الإفريقي الذي يكون مناسبة لظهور عشرات النجوم الذين تطاردهم عيون تقنيين من أعتد الأندية الأوروبية، فيما تقريبا كل يمكن نقول ثلثي منتخب تنزانيا أمام مرمى الحارس كاتيجا جوما. وهذه المرة ترك الأمر للاعب تعرف تعرف ما سيفعل ترى فرصة هدف الخلاص هدف الخلاص وهدف الفرنسي. ولما قلت إيريك غيريت مدرب محترف أنا أعرف ماذا أقول، مدرب غاف فيها يمكن نقول في هذه العبارة غفر اللاعب تعرف والحركة اللي قام فيها قبل مباراة الجزائر، هنا رجع له الثقة وأكثر من ذلك يعطيه هدف ديال الفوز. هدف جميل، هدف رائع، هدف مثير للغايه للمنتخب الوطني. يجي من هنا لاحظوا لاحظوا ماذا يفعل، يعني تعرف يعرب عن ما في من دواخله. وهدف ما غنضيفش اكثر، هدف ديال الرقاقيه بلغه كره القدم، يعني مشى مع الحارس، يعني ما يمكن حتى شي حارس يمشي بهذه الكره يمشي على اللاعبين لانه امكانات كبيره. اذا كانت اللاعب كطاردو توتنهام والارسنال وفرق كبيره في اسبانيا فعيون هؤلاء التقنيين لا تعبث بالاشياء. اذا 2-1 نتحرر نسبيا حتى احنا كمعلقين وكتقنيه وكصحفيين، يعني تشدنا المقابله وتحبس الانفاس وجعلنا عوده الدفاع للمدرجات، عوده الدفاع للمدرجات ينطلق ويعانق الذي فتح له التالق من جديد. المنتخب الاسود متفوقون بهدفين مقابل هدف واحد بكل فئات العمريه وبكل الاعمار وبكل من كل حدب وصف. الجمهور المغربي الان في المؤازره، عوده الدفاع للمدرجات، هذا التعراب يعرب من جديد انه لاعب كبير، لاعب قادم بمواصفات كبيره. هذا الشماخ بالكعب مشى بوصوفة يمرر تمشي من جديد، وهذا الحكم يقول بان هناك حاله تسلل. يعني كما قلت رويدا رويدا تحررنا بهذا الهدف، يعني هدف يعني هذا العربي بلاك تورنوت الورقه اللي يمكن تقلب المقابله راسا عقيم. ما كان من سيدخل، استراتيجيات كثيره استراتيجيات كثيره تدور في مفكره إيريك غيريت، انما يناقش هنا كتبان الاحترافيه كبيره. الى ناقشنا بورتون مع غيريت، غيريت ما تحدثش نهائيا لان الامور مررت اللاعبين الحصص التدريبيه وبين الشوطين، فبذلك نشاهد منتخب يمتع بكل صدق ممكن، المنتخب الوطني يمتع انما كان غير محظوظ فقط من حيث الوصول للمرمى. ولاحظوا بالهندا ماذا يفعل وباقي المجموعه، هذا التعراب بكل الطرق يمتع ويبدع، يمرر تمشي عند الشماخ، الشماخ لبوصوفة قصيره، هذا خرجه خرجة المفتاح الوسط. الحكم يقول الحكم الغامبي بكري كاسيما يعني عن ضربة خطأ، وتعرف ربما يغادر ربما تعرف تحت عاصفة في التصفيقات. يسامح جماهير كرة القدم، الوطن لا ينسى أبناءه أبدا، هو شاب يافع أخطأ ولكن تراجع الخطأ يهدي هدف كالشهد، هدف جميل جميل جدا سيرفع المعنويات ويدخل اللاعب من جديد لمصاف اللاعبين الكبار الذين يترقبهم مستقبل كبير. هذا الشماخ ترجعون جيد، مشى الشماخ ماذا يفعل؟ بوصوفا ينزل، بوصوفا شميله تمشي لمن؟ بوصوفا مشى يقطع يحرق مراحل مهمه تمشي عند سعيدي، سعيدي اتوقع ان ينهار المنتخب. فرصه 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 ولكن الحارس التنزاني ينتحر في هذه المحاوله. الحارس التنزاني كما قلت النقطه المضيئه جوما كاتيجا تحمل عبء المقابله، ولاعب المنتخب الوطني يرقصه المنتخب التنزاني بلا مساد بلا واحد، لا 1-2 مثلثات كل الطرق تاتي لمرمى الحارس كاتيجا من جديد. هذا بالهندا اسلوب سلس السهل الممتنع هو الذي يقدم المنتخب الوطني في هذه المقابله، ما كاينش تعقيدات، هاك وهاك ومراقبه الخط وايجاد مساحات فارغه، الشيء اللي يمكن نوم المقابله نوم المنتخب التنزاني بتاتا. يمكن نقول ضربه الكاو، ضربه الكاو للمنتخب التنزاني اللي فقط يراقب ماذا يحدث بدهشه كبيره. هذا المدافع ديكيتا مشى بالهندا، محاوله المرور رقص الدفاع الايسر بالهندا من جديد، انما في الحارس الحكم يقول ضربه الكاو.
يعني يمتعونا في هذه المقابلة، يمتعوننا في هذه المقابلة. هذا بالهندة نجم مونبولي قدم مباراة كبيرة الأسبوع الماضي أمام بوردو، سجل ضربة جزاء وأعطى تمريرة الحسم، ولاحظوا الخروج وتخطيط الحسابات. هذا السعيدي يسعد حتى ولو يسجل، يسعد كعطاء وك يعني لما تشاهد لاعبين بهذه المواصفات في ريعان الشباب لا أقول لا خوف على المنتخب الوطني في غضون سنوات قادمة. من جديد هذا الكوتاري ثمار الدفاع من جديد، لا يلعب بالنار، ابعاد، هذا خرجه صمام الامام. من جديد الكوتاري، كوتاري لمن؟ ارسال كره في طريق السعيدي، ارتقاء قناه الوسط افرغت من محتواها بفعل تحركات المنتخب الوطني، تبادل المواقع، خلخله كبيره في خط وسط ميدان فريق المنتخب التنزاني. المقابله تمضي بسرعه 74 دقيقه والاسود متقدمون بهدفين مقابل هدف واحد، بهدفين مقابل هدف واحد، ففي مباراه ممتعه تحبس الانفاس وتشد الاعصاب وفي اشياء مثيره للغايه امام منتخب تنزاني جاء ليقدم الصوره لانه ليس بمنتخب صغير. تبادل كروي استعسد الاسود 100% في هذه المقابله. هذا شماخ شامخ كباقي اللاعبين في هذه المقابله. هذا بوصوفا يمرر، تمشي عند باصير لي بالهندة لمن؟ لما قدمت مباراة كبيرة أمام الجزائر في هذا الملعب بأربعة الصفر كم إمكانها تكون أكثر حتى في مقابلة اليوم، كم بإمكانها توصل لهذا الحصان. هذا جميلة جميلة جميلة، هذا شما، ولكن الحكم يقول تسلل، الحكم يقول تسلل، لست أدري هل هو متسلل إلى الأمنة؟ الإعادة والعرض البطيء يعني ستظهر، لنتابع. لا ليس هناك بتاتا تسلل، الحكم يمكن نقول الان لا اقول لا يعني كاين مبالغه كبيره، ما كاينش نهائيا التسلل، لم يكن ابدا الشماغ في وظيفه التسلل، انما حسنا فعل والدب والابتسامه تعلو المحيا والانشراح بادع الوجوه والالاف من الانصار راضون نتيجه وعطاء على المنتخب الوطني في هذه المقابله. بوادر فريق بكل صدق ممكن تدريجيا منذ تعاقد ايريك جيرين، بوادر منتخب قوي اخذت تلوحه في الاوفر، يعني اقتناع بان الفريق الوطني يمتع بعد سنوات فراغ. لحسن الحظ لم تدم طويلا، غبنا عن دورة انغولا، وانا الذي رافقت المنتخب الوطني في ثلاث محطات افريقيا، دورة مالي 2002 ودورة مصر 2006 وغانا 2008، كنا نخرج من الدور الاول ولكن لا اقول بسذاجة ولكن باشياء تمر جانبيا، فبذلك انا اظن بان جريت لن يترك اي شيء للصدفة، يرتب الاوراق وصرامة الرجل توصله للمنتقى. هذا السعيدي متى يسعدنا بهدف اخر؟ فرصة من جديد، انما ضربة مرمى الاخرون في دكة البدلاء في حركة تقنية. نجم فريق هيرنفيل الهولندي، نجم فريق هيرنفيل ذو الجذور الريفية واللاعب الواعد والواحد اكتشافات جريت قال بالحرف، عشرات اللاعبين تنتظرون فرصتهم. هناك لقاءات وديه مرتقبه سيخضع خلال مجموعه من النجوم للتجربه والاستئناس مع اجواء الكبار. هذا بوصوفا يمكن عملت واحد اثنين، يفضل الشماغ، مشى في الممر ايمن، هذا الشماغ يمكن يمرر لمن؟ الشماغ فرصه، ولكن عمليه تشطيب من طرف ادريس السعيد، تشطيب من طرف ادريس السعيد، والشماغ في وظيفه التسلل، عوده الشماغ من وظيفه التسلل. الاسود يواصلون زائرهم والمقابله تصل دقائق 76. هذا الحكم المشاغب، يمكن نقول مشاغب لانه اربك بعض لاعبين المنتخب الوطني، دخل في خمسه ديال المناسبات، يمكن نقول بهذه العباره بدون وجيحه، والاعاده وبغايه في الثقه من طرف زملاء التقنيين اظهرت ذلك. يعني هنا مشى الشماغ، هنا مرر، ما ضاف ما نقص، ولكن تشطيب من طرف دريس السعيد يبعد خطره مرمى الحارس كوتسيجا. يعني يمكن نقول الان منتخب تنزانيا يراقب المقابله ولا شيء غير ذلك، يخضع لضغط رهيب في هذه المقابله من طرف الاسود الذين قدموا واحده من افضل لقاءاتهم. صحيح كان بامكانهم ان يرسلوا وابل من الاهداف لمرمى الحارس كوتسيجا، انما حتى الحظ العاطل يدخل في منظومه كره القدم. هذا كريستيان باصير عملت واحد اثنين بكل السرعه الممكنه، مشى بوصوفا الشماغ يترك الكرة تغادر لأنه ارتأب أن كريستيان باصير مصاب، كريستيان باصير مصاب، وفي ذلك التماس يعود للمنتخب التنزاني. يعني الهستيريا تعوم المدرجات والانتشاء في المدرجات وفرحة عارمة، أنا يعني بركان بشري، ودائما المنتخب الجزائري متقدم
بالعاصمة الجزائرية وبملعب 5 جويلية أمام إفريقيا الوسطى بجوج لصفر فيما الأسود يواصلون الزائرهم هنا في مراكش أمام تنزانيا بجوج لواحد في مقابلة كان بإمكانها تعرف حصة ثقيلة وثقيلة جدا. إنما الأهم هو الفوز الآن بأي حصة ممكنة على اعتبار إفريقيا الوسطى منهزمة بالجزائر. إنما الأهم هو بوادر ومنتخب قوي تلوح في الأفق. يعني إنذار شفهي لحكم المقابلة بكاري الحكم الجامبي للمدافع إيراستو إدوار ولمروان شماخ الذي يعود للمؤازرة. العد العكسي للمقابلة ابتدى أقل من 12 دقيقة. هذا زاوية ثانية في المقابلة بعد تنفيذ جوزيف سين ديكا العميد ونادر المرات التي لمس بها الحارس نادر المغرب كرة صمام أمام دفاع الأسود ولا مجال للتراخي وزاوية التنزانية ثانية في المقابلة يتولى تنفيذها لاعب المدافع مسعود سعيد وحاول الإرسال ندية كبيرة أمام مرمى خرج نادر المغربي بتدريبات العارف المحنك المجرب ارتقاء واحسن تقدير الحسابات وبذلك يلتقط الكرة بالرغم ان الحكم منع الحول الامتياز. نادر المغري 35 سنة كل ما ازداد سنا ازداد نضجا يلعب بهدوء كبير تساعده حتى انه كان لاعب وسط ميدان فيما مضى مع فارق الراك قبل ان ترقل للوداد فذلك يساعده مع مرور سنوات الوقت بانه يجيد لاعب بالرجلين. فهذه واحده من مزايا حارس عصري في كره القدم بوصوفا بكل التقنيه الممكنه مر العربي للفرق الهلال السعودي بوصوفا من جديد يمرر الكره بينية انما فطن له لاعب خط الوسط نادر علي ان شاء الله الوسط استرجاع من طرف خرجه الحكم يقول ضربة خطأ ضد لاعب حسين خرجه هذا مسجل هدف واحد في المقابلة للاعب صدادة الذي سجل افضل ما فعل المنتخب التنزاني هو بهذا اللاعب تسديده في الشوط الاول وبعد ذلك التسديده الثانيه التي اعطت الهدف هدف التعادل فيما الان المنتخب الوطني متقدم بهدفين مقابل هدف واحد. هذا جون بوكو رقم 9 واحد لاعب فريق سيمبا التنزاني وخروج سامطارا لاعب رقم 10 هذا نجم فريق مازيمبي الكونغولي اللي سبق له وجه الرجاء والوداد في عصبة ابطال الافريقيه لكره القدم واعتبره تجاوزا النجم الوحيد داخل صفوف منتخب تنزانيا. كره التالق المغربي متواصل والتدفق الهجومي متواصل والمحاولات المسترسله والمخيفه متواصله انما نتطلع لهدف ثالث متى ياتي وباي كيفيه وباي طريقه ذلك من ترقب. محاوله تنزانيا حول المرور من طرف بوكو استقاده ولكن بدون خطوره كره عرضيه هناك رجل مراقبه ورجل مخضرم بدر الدين القادوري تبدو كره في الوسط محاوله المرور القادوري في مكان مهم والمناسب هدف الهندا كره في طريق السعيدي مشى يمكن نقول السعيدي حرط الملعب في الممر الايسر شعل فتيل المقابله هو اللاعب بالهندا ولا قليل من قيمه باقي اللاعبين انما المستوى الهجومي ايقاع سريع الذي يناقش به المقابله اللاعب السعيدي لاعب امكانات كبيره عنده مورفولوجيا يشبه كثيرا نجم فريق الباير والمنتخب الفرنسي ريبيري يعني عنده 22 سنه كل مستقبل امامه مشى بدر القادوري لمن حاول المرور تجربه كبيره لاحظوا من سيفعل يرقص الدفاع الحكم يقول وصلوا اوبستريكسيون اعتراض واضح الحكم يقول وصلوا المقابله من جديد كره تنزانيا في مستوى موريس امبروسو استرجاع من جديد هذا سعيد نيوسو يمر في ممر الايمن محاولة الارسال ولكن تغطيه كبيره ومهمه للكوتاري نجم فريق مونبولي الذي يجاور زميله بالهندا في الدوري الفرنسي لكره القدم هذا العربي جميله شابو صوفا لاحظوا التمويه ماذا فعل هو لاعب لما قوه البوصوفا ترك له مساحه الاختيار وحريه التصرف لما يدخل الجناح يمكن تعقد بين الامور انما على مستوى خط الوسط هو لاعب مهارات عاليه هذا اللاعب شما محاوله تسديد انما تكتل بشري رهيب امام مرمى الحارس كاتسي جات جوما من جديد العربي اخرج ما في جعبتك زيدا ولكن الحارس تسديده ولكن الحارس كاتسيجا النقطة المضيئة
سوف منتخب تنزاني. نذكر من جديد مشاهدينا الكرام العديد من الاقطار حجزت تذكرة المرور لدورة غينيا الاستوائية والكابون في المجموعة الأولى مالي، المجموعة الثانية كينيا، المجموعة الثالثة زامبيا، المجموعة الخامسة السنغال، السادسة بوركينا فاسو، السابعة النيجر، الكوت ديفوار، المجموعة الثامنة غانا، المجموعة التاسعة أنغولا، المجموعة العاشرة وبوتسوانا وتونس. هذه مجموعة من المنتخبات التي حجزت تذكرة المرور، لا ترقب من سيحجز والآخر تذكرة المرور، على اعتبار أن الأقوياء وكبار القارة مصر و مصر ونيجيريا والكاميرون الغائبون الكبار عن الدورة القادمة. مصر سبعة ألقاب صاحبة الرقم القياسي، تليها غانا بخمسة ألقاب، ثم بعد ذلك الكاميرون نيجيريا بلقبين، بعد ذلك العديد من الأقطار بلقب واحد، ومن ضمنهم المنتخب الوطني لكرة القدم ودورة أديس أبيبا سنة 1976. كرة مغربية، هذا كريستيان باصير بكل سهل سهل أسلوب متبتسم ممتنع، سهل ممتنع. الكوتاري لا تلعب بالنار في الخط الخلفي، ابعد الخطوره، كره تقلب بالهنده، بالهنده الكوتري من جديد، الكوتري لمن هناك الحارس بل يفضل بن عطيه، عطاء متواصل هذا اللاعب في الدوري الايطالي لكره القدم. يحاولون الان امتصاص لاقوى الحماس، لان المنتخب التنزاني ليس بمدافع، وجاء لمدينه مراكش ليدافع ولا شيء غير ذلك، خضع لمنطق الاشياء، ولان الفريق الوطني استأسد منذ البدايه حتى النهايه. كان بامكان، صدقوني، كان بامكان الحصه ان تكون 10، صحيح هي 2 مقابل 1، انما فرص بالجمله ضاعت اما بسوء التركيز او بغياب الحظ في هذه المقابله. شماق استرجاع، هذا بالهندة يمر براصير، مشاف ممر ايمن، بصير جميلة تمشي لعند من سعيدي، من جديد الزحف المغربي جارفا في هذه المقابلة، الزحف المغربي جارفا في هذه المقابلة. الكوتاري من جديد، الكوتاري من جديد، ونتمنى بمناسبة عودة سريعة للقنطري للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. كل مركزين بنجم نجمين حتى ثلاث نجوم، لا خوف، من جديد أقول لا خوف على المنتخب الوطني في غضون سنوات قليلة القادمة. تغيير فروس سعيدي أتحفنا، فروس سعيدي أتحفنا في هذه المقابلة، أتحفنا في هذه المقابلة، ودخول نجم فريق فاينور الأحمدي، نجم فريق فاينور الأحمدي يدخل لمؤازرة زملائه في الوقت المتبقي من عمر هذه المقابلة. هذا اللاعب نادي المياغري إرسال كرة تلقى الشماخ، هذا الظهير الأيسر دريسة سعيد، من جديد الشماخ مقدم مباراة كبيرة، يبحث عن المواقع لأنه مضروب عليه حيرة على الأقل بلاعبي حتى ثلاثة، فبذلك قوة فريق وطني في الانضباط التكتيكي والانصهار في القلب الجماعي واللعب بالروح الجماعية هو الشيء اللي أعطى التجانس ما بين المجموعة وهذا الأداء الراقي، اقول اداء راقي للمنتخب الوطني، لان منظومه لعب واستراتيجيه اداء اخذت تلوح في الافق، ليس فقط في المقابله بل منذ لقاءات عديده، انما مع في اللقاءات الرسميه في مباراه الجزائر، في مباراه اليوم ظهرت العديد من الاشياء الايجابيه التي تبشر بالخير بخصوص مستقبل المنتخب الوطني لكره القدم. العربي في نديه كبيره وفي صراع كبير امامه، يمكن نقول تكتل بشري رهيب، تكتل بشري رهيب، هذا تعرف و السعيدي سعيدان بما حققه وما قدمه في هذه المقابله. عناصر واحده، 21 سنه 22 سنه للسعيدي و24 سنه للتعرب، بذلك كل مستقبل امامه، كل مستقبل امامهما، والجمهور يترقب صافره النهايه. وطبيعة الحال اذا بقيت النتيجه بهذا الشكل المنتخب الوطني سيعرج على الدوره القادمه وسيكون حاضرا في المحطه رقم 14 بحول الله في دوره غينيا الاستوائيه والكابون مطلع السنه القادمه. المقابلة جرت بشبابيك مقفلة وفي تنظيم يمكن نقول جيد للغاية، ومن جديد تحية السلطة الأمنية هنا في مراكش، تقريبا 9000 رجل أمن والعديد من الوحدات التي أمنت، يعني ليس فقط الملعب بكل طرق ديال الملعب وكل المراكز استراتيجية في مراكش. فالجمهور كان حضريا بطبيعة الحال، الجمهور يتوق، كان يتوق لمتابعة مقابلة من مستوى رفيع، والشيء اللي شاهدوا في هذه المقابلة، فبدليل مراكش مبتهجة مسرورة بكل مكوناتها، والجمهور المغربي كان في موعد، جاء من كل ربع الوطن من كل المدن منذ أيام هنا في مراكش، فالبهجة بهجتان هنا في مراكش، مدينة لا تنام
مدينة تعانق بكل الدفء الممكن زائريها ومن داخل أرض الوطن من خارج أرض الوطن، فما بالك بالفريق الوطني، فوفرت كل السبل وكل العطاءات ودخلت لخانة الكبار لمعانقة المنتخب الوطني في أكبر الملتقيات الكروية. خرجة كرة صعبة 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 صعبة، مشى الأحمدي لاعب فريق فيرور الهولندي يمر بدر القادوري، خرجة يخرج الكرة من نفق ضيق تمشي عند بوصوفة، بوصوفة مجهودات كبيرة، لاعب مهارات مهمة، لاعب مهارات مهمة، والإنذار ربما اختفت الإنذارات الصفراء من جيب الحكم الغامبي بكري الذي يمكن أن نقول بأنه تساهل أكثر من محطة، وهو حكم مشهود له بالكفاءة، واحد من حكام الشباب على المستوى الإفريقي، وهذا سعيد فتاح الفتى الواعد للوداد والمنتوج الخالص للرجاء، لاعب نحيف ولكن مهارات كبيرة، مهارات كبيرة منذ سنوات كنت أتوقع له مستقبل كبير، ربما الآن سن 25 سنة في قمة النضج يدخل لاعب استرجاع وسطي ويخرج يدخل مكان المهاجم الشمال. هذا تغيير استراتيجي وعناق ما بين الشماخ وسعيد فتاح، والشماخ مسرور بما قدمه في هذه المقابلة، هذا الهدف الأول للشماخ في مرمى الحارس جمعة كاتسيجا. إذن الوقت يمضي بسرعة، هذا سعيد فتاح 29 سنة ربح كبير للوداد وللمنتخب الوطني، يؤمن بقدرة المدرب إيريك غيريس منح له الفرصة ليجن بعض المتألقين في الدوري الوطني لكرة القدم. سعيد أول لمسة، هذا خرجة سعيد فتاح من جديد يمر للأحمدي، أحمدي لبوصوفة، الأحمدي من جديد بأسلوب سلس لتنويم الخصم وإيجاد مساحات فارغة على امتداد دقائق المقابلة، فيما المراقبة في الوسط سعيد فتاح الحكم يمنح له خطأ، الحكم يمنح له الامتياز، كانت هناك عملية شد من الخلف من جديد سعيد فتاح، سعيد فتاح جميلة تمشي عند كريستيان باصير، كرة في طريقها بالهندة بالهند البصير، امتصاص دقائق المقابلة والثواني لتمضي المقابلة مسرعة، لتمضي المقابلة مسرعة، أخرج الكرة من نفق ضيق، مشى بوصوفة في ممر أيمن، بوصوفة محاولة تبرير، إنما هناك يقظة تنزانيا، يقظة تنزانيا، مشى الكوتاري، الكوتاري خرجة، خرجة الترمومتر الوسط، لاعب يرفع ولا ينقص من وتيرة المقابلة، هنا كتبان تجربة، 29 سنة محطات متعددة، الآن وكيل في الدوري الإيطالي لكرة القدم وليس في دوري آخر. الدوري الايطالي في كره القدم ليس بامكان اي كان ان يجد لنفسه موضع قدم الا اذا كان متمرسا، مشى 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 خرج من ممر ايسر محاصر وفي صراع كبير مع اللاعب امبروسو موريس، انما ترجع الكره للاعب بدر القادوري، بدر القادوري لمن الكره في طريق الاحمدي، عملت واحد اثنين بالهنده جميله العربي يهيئ كره بوصله زيدان الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة وهدف خلاص، نقول الآن مبروك للمنتخب الوطني 3-1، 3-1 مبروك للمنتخب الوطني في المقابلة، ومبروك المنتخب بوصوفة نهى المقابلة، أرسل كرة كالشد مرت صحيح تتراقص أمام عيون الحارس جوما كاتسيجا، جهود كبير كما قلت وقلت في أكثر مقابلة، قوة كبيرة لهذا اللاعب ترك له مساحة لعب، إذا تقيد في جناح أيمن أو أيسر تتقص صلاحيته، ولاحظوا العمل الكبير ماشي تزيد بوصوفة إنما البناء الخلفي جاء من وراء، هنا العربي أعطى اللمسة ومشى جر مع جوج لاعبين وترك المساحة، ما ضاف ما نقص سدد ومشى وعطى الهدف رقم 3 للمنتخب الوطني في هذه المقابلة، هو بالمناسبة الهدف الرابع لهذا اللاعب في المنتخب الوطني ذو 25 ربيعا، هدف جميل للاعب بوصوفة ينهي به هذا المهرجان من العطاء ومن الاهداف في هذه المقابلة، بوصوفة كما قلت من اغلى اللاعبين وغريبة كصفقة، وكيلعب الان في الدوري الروسي في فريق اونجي مارشكالا، مشات تقريبا بصفقة ديال 13 مليار سنتيم، وفي دوري واحد من الدوريات القوية هو الدوري الروسي لكرة القدم، إذا 3-1 حسمت الأمور مليار في المئة وليس 100%، احترم المنطق، شاهدنا وجهان مختلفان في المقابلة، منتخب يسيطر ويمتع ويهدد ويضيع كذلك هو المنتخب الوطني، وشاهدنا منتخب تنزاني استماد بكل السبل الممكنة وغير الممكنة للخروج بأقل خسائر ممكنة، نذكر من جديد الجزائر متقدمة على افريقيا الوسطى بالجزائر العاصمة بملعب 5 جويلية بجوج لصفر،
اذا الامور واضحه، الامور واضحه. ونقول الان هنيئا للفريق الوطني بحجز تلك المرور لدوره غينيا الاستوائيه والكابون من طلع السنه القادمه. وهذه استقاده تنزانيا ولكن متاخره فيما استرجعوا باقصى سرعه ممكنه للكره من طرف عناصر المنتخب الوطني. سعيد فتاه اخر فتره هذه المقابله 3-1. صحيح كنا نريد المزيد، انما الاهم في هذه المقابله بغض النظر عن النتيجه والتاهل هو ان بوادر المنتخب الوطني اخذت تلوح في الافق، ضوابط صارمه. وكما قلت اريك غيريت لما جاء هو مدرب محترف لم اقدم الجمهور لان تاريخه يتحدث، ادخل مجموعه اشياء في مفكره اللاعبين بان المنتخب الوطني مفتوح للجميع، لاعبون يمارسوا الدوري الوطني بمختلف الدوريات الاوروبيه. الانضباط الصرامه والعطاء والسخاء في المردوديه هي التي تفتح ابواب المنتخب الوطني ولا اشياء اخرى. كره مغربيه محضه، هذا الاحمدي نجم فاينور هولندي يمر خارج القدم تمشي ولكن تنفرد من رجلي بلهنده وتخرج خارج ارضيه الملعب. نقترب من هذه المقابله وتحيه للجمهور الكبير الذي اعطى الدفء اللازم للمنتخب الوطني في مقابله شدت الانفاس. واذكر من جديد الشركه الوطنيه للتلفزيون جندت يعني امكانات كبيره بشريه ولوجستيكيه لتكون في الموعد من خلال ثلاث محطات مهمه، القناه الاولى والرياضيه والامازيغيه، وكما ان الجاليه المغربيه بالخارج من خلال الفضائيه الاولى والقناه المغربيه. استمتعوا معنا بهذه المقابله في بث مباشر ساعه قبل انطلاقه هذا اللقاء من خلال ربورتاجات ارتسامات معي المكان في مقابله يتابع الى جانب الجمهور غفير عشرات الوجوه الرياضيه والمدربين ونجوم كره القدم السابقه جاءوا لاعطاء الدعم اللازم من ضمنهم النجمين نور الدين نيبت ومصطفى حجي، واحد من لآلئ كره القدم المغربيه وواحد من الذين توجوا بالذهاب بالكره الذهبيه الى جانب فراس والتيمومي والزكي وهم لاعبون دخلوا للتاريخ من بابه الواسع. سعيد فتاح سعيد بانضمامه للاسود وسعيد بتغييره لعشه الرجاوي للوداد، ذلك وحال كرة القدم. لاعبون والمدربون تأبطون أوراقهم اليوم في هذا الفريق وهذا الفريق آخر. الأهم هو العطاء والسخاء وإعطاء كل ما يمكن للفريق الذي نرتدي قميصه. آخر فترة هذه المقابلة 3-1، نزل إيقاع اللقاء، حسمت الأمور مليار في المئة وعياء كبير دب لأقدام اللاعبين التنزانيين الذين يعني يمكن نقول بهذه العبارة دخلوا المقابلة في حالة ذهول ودهشة. والدليل الشوط الأول من خلال 9 ديال الفرص، إذا ضفنا 10 هذه الفرص الشوط الثاني 16 15 فرصة. إذا احترم المنطق كان نصف العدد يكون في مرمى داخل مرمى الحارس كاتسيجا جوما اللي هو النجم الوحيد في هذا المقام، نعتبره نجما لانه كان سدا مانعا ولولاه لكانت الحصه مضاعفه. اخر فتره المقابله واصابه احد اللاعبين لا زالت تمنح له الاسعافات الضروريه، وبالتاكيد ايريك غيريت وبورسون اخرس لسان بورسون الدنماركي الذي تحدث كثيرا اكثر مما قدم من عطاء، فبذلك عكس تماما ايريك غيريت الذي ظل صارما صامتا منزويا يراقب الامور عن كثب. هذا العميد جوزيف سينديكا خروج الحارس سمة كبيرة للحارس، زيدة قوية والحارس حارس يقيد بعيون جاحظتين بعينين جاحظتين وبفراسته المعودة نادي المغرب في المكان المناسب. واحد من الحراس المتعلقين وقال ذلك غيريس اكثر مناسبة، يؤمن بكل لاعبين ولكن قال تواجد حارس بهذه الصفة وبهذه المواصفات يعطي الإضافة للمجموعة. مثلث مغربي مهم وسلس يوصل ويقرب من مرمى الحارس، كوتجيسا مشى العربي يراقب الدفاع، العربي ازداد ومن جديد حارس، من جديد حارس سيقضي. هذا الحارس هذا بالتأكيد سيعاني الأمرين لما يذهب لاسترجاع الأنفاس في الفندق لأنه قدم مباراة كبيرة أمام الأسود. لاحظوا ماذا فعل، لاحظوا ماذا فعل، ملأ الزاوية وأخرج كرة من نفق ضيق، زاوية مغربية أخرى. والكل يترقب كما قلت إيريك غيريس وبولسون سيكون لهما ندوة صحفية وزملائي قائمة بالعشي خالد أزدون والآخرون سيرصدون كل كبيرة وصغيرة، فيما بالتأكيد فرصة أخرى تضيع فيما سنحاول أن نرصد كل كبيرة. تنتهي المقابلة 3-1، هنيئا للأسود بهذا العرض الكبير، هنيئا بالتأهل للنهائيات للمحطة رقم 14، هنيئا لزملائي الذين وفروا كل سبل لدى هذه المقابلة. كان معكم عبد الحق شراس في بث مباشر والفرحة تعم هذا الملعب كما ستعم أرجاء الوطن من طنجة القويرة.
لن اضيف عليكم كثيرا، اترك الكلمة بعد 90 دقيقة من التعليق على هذه المقابلة. اعطاني الاحمر، اترك الخط لباقي زملائي لمواصلة الفرجة على القناة الاولى.